أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في هذه الحلقة والتغطية المستمرة لعدوان أيلول. معي في الاستوديو دكتور علي شكر الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا فيك. واسمح لي نبلش مع النائب فراس حمدان، صار جاهز معنا عبر تطبيق زوم. أهلا وسهلا فيك سعادتك. أهلا وسهلا فيك أستاذ رمان وضيفك الكريم. أهلا وسهلا فيك. بدي بلش معك من التطور الأخير، ورح نحكي كمان بتداعيات اغتيال القائد يحيى السنوار على المنطقة ككل ومسار الحرب إن كان على غزة وإن كان على لبنان، ولكن اسمح لي أخذ رأيك بموضوع هذا التصريح الإيراني، ومن بعد رجع تم توضيح هذا الموضوع بأنه ترجمة فيها خطأ ولم يقل قاليباف هذا الكلام. فماذا عن رؤيتك ل هذا الحدث اليوم ولتصرف رئيس الحكومة؟ تفضل. صح، حقيقة منه غريب اليوم تصريح رئيس مجلس النواب الإيراني، وقد سبق تصريح لوزير الخارجية الإيراني الأسبوع الماضي بربط فيه وقت إطلاق النار بالتزامن مع وقت إطلاق النار في غزة، وإجا استكمال لمجموعة مواقف من قبل المسؤولين الإيرانيين، وصولا لتصريح اليوم لرئيس البرلمان الايراني بالصحافه الفرنسيه. فعمليا نحن امام يعني توضيح للصوره عن كيفيه نظر السلطه الايرانيه بالنسبه للبلد وبالنسبه لسياسه البلد. وما رح يعني يكون عم كرر مقوله هذا انه هذا تدخل بالشؤون الداخليه اللبنانيه وبالسياده الوطنيه اللبنانيه، وهذا بنم اليوم عن طريقه نظر من قبل السلطات الايرانيه عن الدور ووضع لبنان في الاقليم، واكيد من دون النظر او الملاحظه لظروف لبنان، من دون النظر والملاحظه للتضحيات اليوم والثمن الذي يدفعه البلد نتيجه هذه الحرب. فبالتالي هذا التصريح وغيره من التصاريح السابقة قد أبرز وجه أساسي اليوم بينظر الإيراني بالنسبة للبنان على أنه ساحة من ساحات التفاوض اللي ممكن أن يكون عم يتفاوض فيه مع الأمريكاني أو مع الفرنسي أو مع باقي دول العالم، وعلى أنه هذه الساحة القرار الذي يمتلكه الإيراني في هذه الساحة هو قرار أساسي وجوهري، هو الذي يحدد إذا بدنا نقول مسار والنتائج بنهاية المطاف. نعم. المطلوب اليوم يعني رأفة باللبنانيين ورأفة بكل هالتضحيات اللي عم قدمها الشعب اللبناني، ورأفة بهذا الحجم يعني وهول العدوان والمجازر اللي عم يتعرضها الشعب اللبناني، يكون في موقف واضح كمان من حلفاء إيران حول رفضهم للتدخل في الشأن السيادي والشأن السياسي اللبناني الداخلي. نعم. بيكون عنده الموقف واضح. نعم. وهون كمان على يعني بحب بالإضافة لدور الحكومة أو لموقف الحكومة اليوم اللي كان موقف جيد وممكن البناء عليه لاستعادة القرار الوطني في هذا البلد، وعدم جعل لبنان ورقة من أوراق التفاوض في صحات الإقليم، وعدم جعل لبنان كساحة اليوم بتم التفاوض عليها على حساب الدماء اللبنانيين. نعم نعم، ولكن سعادتك نحن لا يمكن اغفال ايضا بانه لما نزار قاليباف لبنان كان موقفه جدا ايجابي، بانه يعني قدم المساعدات او عرض لتقديم المساعدات وفتح جسر جوي وعبر الحكومه، قال عبر الحكومه، وبالتالي اليوم كان عم يحفظ سياده هذا البلد، خلافا لما تم التعاطي مع هذا الخبر اليوم حول تصريحه لفيغارو. بالمقابل بيقولوا لك كمان طب مثل ما قام رئيس الحكومة باستدعاء قائم بأعمال السفارة الإيرانية، كمان الأمريكان عم يدخلوا بالتفاصيل اللبنانية وتفاصيل السيادة اللبنانية، وبالتالي كمان عليه أن يقوم بهذا العمل مع الأمريكيين تحديدا. يعني هذا الاختلاف بالآراء في الداخل اللبناني، هناك انقسام جدي ما بين محورين. مش موضوع، لا يعني ما له موضوع انقسام بين محور. اي دوله اليوم تتدخل في الشان الداخلي اللبناني يجب ان يتم التصدي لها. اي دوله، سواء دوله صديقه او سواء دوله غير صديقه،
بتم التدخل بشأن السياسي وبشأن السيادة اللبناني يجب منعه. هذا يعني هذا الموقف الدبلوماسي والسياسي البديهي اللي بيكون مفروض. هلا اذا ما نفوت بموضوع شو الدور الامريكاني وشو الدور الايراني وشو الدور الاوروبي وشو الدور العربي وشو الدور شرق اسيا، صرنا بصراحه يعني عم نحاول مثل نضيع الشنكاس في مكاننا. نحن بالموقف نحن نرفض اي تدخل من قبل اي دوله بشان السياسي الداخل اللبناني. وزير خارجية إيراني كان واضح بدعمه لفئة من اللبنانيين بشكل خاص. وزير خارجية إيراني مش عم بحكي عن تصريح رئيس الوزراء الإيراني، نعم. عم بحكي عن الزيارة الماضية لوزير خارجية. نعم. وزير خارجية الإيراني طالب بوقف إطلاق النار بشكل واضح وبشكل علني بالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة. وهذا تدخل أيضا في الشأن اللبناني وفي تحديد مصلحته الوطنية. اليوم استقبل رئيس البرلمان الإيراني هذا الموقف بحول استعداده بالتفاوض على 17-01 مع فرنسا. هناك حكومة في البلد وهناك مؤسسات في البلد وهناك مجلس نواب في البلد، هو المسؤول اليوم عن التفاوض، وهو هناك دولة هي المسؤولة عن التفاوض وهي المسؤولة عن تحديد المصلحة الوطنية اللبنانية، وهي المسؤولة اليوم عن التواصل مع المجتمع الدولي ومع المجتمع العربي، وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن تحديد المصلحة الوطنية وعن ماذا يمكن أن يتم تقديم من تنازلات إن استدعت تقديم هذه التنازلات لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان. فهذا الموضوع ما ولا أي دولة اليوم لها علاقة فيه، ولا أي دولة مسموح تكون عم تتدخل فيه، ولا أي دولة اليوم حتى لو كانت عندها مصالح وعندها ارتباطات وعندها علاقات وثيقة وجيدة مع الدولة اللبنانية ومع الشعب اللبناني، نعم. ما لها حق ولا يمكن أن نسمح لها بالتدخل في هذا الشأن الداخلي وفي هذا الشأن السيادي اللي بيحدد المسار اليوم بالتفاوض مع المجتمع الدولي حول وقف العدوان وقف النار. عظيم، وافقك 100%، ولكن بسؤال مباشر، ألا يستفزك الموقف الأمريكي وتحديدا من وزارة الخارجية ومن البنتاغون والبيت الأبيض وغيره، أنه هناك دعم، سيستمر هذا الدعم لإسرائيل إلى حين القضاء على بنية حزب الله، وبالتالي أليس هذا أيضا اعتداء على مكون داخلي في لبنان، وألا يعتبر أيضا اعتداء على سيادة لبنان وتدخل في الشؤون اللبنانية؟ دكتورة واند، يعني أهلق تحاول تسألي سؤال، هذا سؤال الناس. لا هذا سؤال الناس ساعتك، لأنه في محورين. هو مش موضوع محورين، هو موضوع المصلحة الوطنية اللبنانية. مين بيحكي باسم المصلحة الوطنية اللبنانية؟ كل الدول اليوم عندها مصالح، كل دول العالم الخارجي عندها مصالح، كل مجتمع الدولي عنده مصالح. مين بيحدد اليوم التفاوض باسم اللبنانيين؟ مين بيحدد اليوم المصلحة الوطنية اللبنانية؟ مين بيتفاوض مع المجتمع الدولي؟ مين بيتفاوض مع المجتمع العربي؟ مين بيروح بيجيب مساعدات وبجرب يكون عم بيأمن مستلزمات الإغاثة والاستجابة للحالات الإنسانية؟ مين؟ الدولة اللبنانية. فبالتالي القرار يمتلكه الدولة اللبنانية. كل دول العالم اليوم عندها مصالح وعندها علاقات وعندها تدخلات، ولكن على الدولة اللبنانية أن تكون هي الناظمة وهي الممسكة بالقرار الوطني اللبناني، وهم بعيدا عن أي تدخل سواء تدخل إيراني أو غير إيراني. ولكن اليوم اللي حصل هو نوع من يعني كان جدا فج وخارج أي إطار حتى دبلوماسي. نعم. أو الموضوع من يتفاوض باسم لبنان ومع من نتفاوض باسم لبنان وما هي مصلحة لبنان بالتفاوض. هذا الموضوع بتخيل جدا جدا فج، وهو تدخل غير مقبول من قبل السلطات الإيرانية ومن قبل رئيس مجلس النواب الإيراني. وأي تدخل آخر، لرد على سؤالك اللي هو موقفنا معروف كثير منيح، طبعاً أي تدخل من أي دولة اليوم سواء عظمى أو غير عظمى هو مرفوض بالنسبة لنا. نعم. طيب، بسؤال أخير سعادتك، امبارح شهدنا على اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، كيف ترى المرحلة المقبلة ما بعد اغتياله، وتحديدا أنه شفنا تصريح الرئيس الأمريكي بايدن بأنه سيرسل بلينكن إلى المنطقة للبحث في نهاية هذه الحرب على غزة، هل برأيك ستكون مقدمة لوقف إطلاق النار إن كان
بغزة أو لبنان، أم نتنياهو بعده مصر على مخططه اللي هو الشرق الأوسط الجديد وضم كل هذه الدول إلى الكيان الإسرائيلي؟ أنا ما أتمناه للشأن الفلسطيني، ونحن يعني داعمون للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في الحياة، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة ورفع الحصار ووقف جرائم الإبادة وتحرير الأسرى. ما نتمناه هو إزالة الانقسام الفلسطيني، التجردم الفلسطيني، وإعادة توحيد كل القوى الفلسطينية تحت شعارات وتحت مطالب وطنية واضحة مرتبطة بوقف العدوان ووقف مجازر الإبادة اللي عم يتم ارتكابها بغزة. اليوم انا ماني شخص ممكن ان ينصح اهل الارض بكيفيه توجيه معاركهم او بكيفيه مواجهتهم للاحتلال، لانه ما حدا بيقدر يزايد اليوم على الفلسطينيين في كيفيه مواجهه الاسرائيليين والاحتلال. فبالتالي ما اتمناه كنائب لبناني وكمواطن لبناني ان ينتهي هذا الانقسام الفلسطيني، وأن يتم لم الشمل بين كل القوى الفلسطينية الوطنية لا توحيد الجهود من أجل وقف الإبادة ووقف العدوان الحاصل منذ أكثر من سنة. نعم، النائب فراس حمدان، أنا بدي أتشكرك كثير، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه المداخلة وصدرك الرحب أيضا لتلقي الأسئلة والإجابة عنها أيضا بسلاسة. اسمح لي أنه ننتقل بس على السراي الحكومي، لأن يبدو أنه وصلت رئيسة حكومة إيطاليا، وإلى الزميل ريكاردو شديا. ريكاردو تفضل، هل وصلت رئيسة حكومة إيطاليا أم ما هي الأجواء لديك؟ تفضل. تحية رواند لك ولجميع مشاهدي قناة الجديد. بالفعل دقائق قليلة وتصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى هنا إلى السراي الحكومي. تأتي هذه الزيارة في غمرة خلط أوراق كبير يحصل في المنطقة على وقع تصاعد العدوان الإسرائيلي على كافة المناطق اللبنانية بالتزامن مع تصاعد الحرب على غزة. يأتي الاهتمام الأوروبي بمسار الحرب في المنطقة لافت جدا، خصوصا أن رئيسة الوزراء الإيطالية تقوم بجولة على دول الشرق الأوسط، وكانت قبل أن توجهت إلى بيروت كانت قد زارت المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مسعى واضح لكيفية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار على مستوى هذه الحرب. يمكن تسجيل أيضا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كانت قد تغيبت عن اجتماع لقادة الدول الأوروبية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بتبرير بأنها ستتجه إلى الشرق الأوسط، وزيارة الشرق الأوسط في هذه اللحظة المصيرية هي قد تكون مفيدة أكثر من اجتماع لقادة الدول الأوروبية مع الرئيس جو بايدن. أود أن أشير هنا رواند إلى أن التوجه لدى الاتحاد الأوروبي فيما يخص وقف إطلاق النار وتطبيق 1701 يعني يشهد ازدواجية أو انقسامية معينة، خصوصا أن عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا تذهب بشكل متشدد على مستوى الصيغة التي ستؤدي إلى يعني وقف إطلاق النار، في حين أن لدى إيطاليا وتحديدا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نظرية أخرى مختلفة عن النظرية الألمانية، وهو الأمر الذي سمعناه في الأيام والساعات الأخيرة. أود أن أشير هنا أنه قبل ساعتين من الآن كان قد صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بيانا لافتا في توقيته استغرب فيه حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701
1701 وقال: نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، وهي محاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علما أننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. هذا الكلام قوبل بكلام من البرلمان الإيراني ينفي المضمون الذي صدر على لسان قاليباف، على اعتبار أن ما تم انتشاره في أو ما تم نشره في وسائل إعلام عدة ليس صحيحا. سنتابع هذه الدقائق المقبلة التي ستشهد وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى هنا إلى السراي الحكومي، وسنعود إليك روان في حلقة جديدة. شكرا لك زميلنا ريكاردو، وأكيد رح نكون معك فور وصول لرئيسة وزراء إيطاليا، وسنشاهد في هذه الأثناء مشاهد من غارة على الطيبة، بلدة الطيبة في محيط مدينة بعلبك. إذن هذه هي مشاهد الغارة التي استهدفت منطقة الطيبة في محيط مدينة بعلبك منذ قليل، ولا تزال سحب الدخان تظهر في هذه المشاهد نتيجة هذه الغارة على هذه المنطقة. دكتور علي، تعليقك على يعني هل وجهات النظر بالبلد ما بين انه ناس بيقولوا في عم بيصير في خرق لسياده لبنان حتى بالنظره الدبلوماسيه من قبل ايران، وفريق اخر يرد بانه كمان امريكا عم تخرق هذه السياده وعم تتدخل بشؤوننا، كيف في نظره العلاقات الدوليه ان ننظر الى هذا المشهد الحاصل اليوم؟ تحياتي لك لأستاذ فراس وجميع المشاهدين. يعني يمكن توصيف الواقع اللبناني اليوم بأنه بلد مكشوف. إذا بدنا نحكي تاريخيا بشكل موجز، يعني بلشنا نحن بتركيبة متعددة الطوائف أنتجت مجموعة من القيادات السياسية بعباءة طائفية خلال مسار أكثر من 100 سنة من نشأة الدولة، وشهدنا كثير من المحطات اللي كانت انقسامية بشكل دائم، يعني بدءا من 43 الميثاق الوطني إلى 58 الانقسام بين حلف بغداد والمقلب الآخر، الثورة الفلسطينية الانقسام ما قبل الحرب، بعدين خلال الحرب الأهلية، بعدين إجا عنا الطائف برعاية خارجية، بعدين إجا عنا الدوحة لاحقا برعاية خارجية. صح. فبالتالي للأسف يمكن المرحلة الوحيدة اللي كان فيه شوية هيك نوع من المحافظة على السيادة بالصورة اللبنانية للدولة كانت بعهد الرئيس الشاب، وحادثة الخيمة على الحدود اللبنانية السورية مع الرئيس عبد الناصر كانت يعني تمثل رمزية بما يتعلق بالسيادة. فلذلك عندما نتحدث عن السيادة بلبنان من منظور العلاقات الدولية، بدنا نتحدث عن دولة بمكوناتها، بسلطاتها، بمؤسساتها، بدستورها، تكون قائمة بشكل متكامل. هذا ما نفقده في لبنان عمليا من خلال التجربة السياسية. وأيضا عندنا الانكشاف المرتبط بالارتباط بين الطوائف والقوى الخارجية أو الدول الخارجية، واللي هو أيضا نشأ مع نشأة لبنان. لذلك هذا المسار اللي دائما هو محور جدل ونقاش، في عنا نوع من الانكشاف على مستوى التركيبة السياسية، والانكشاف هذا بيتأثر بالمشاريع الإقليمية. إذا بدنا نحكي على الدولية اليوم، نحن عنا مشروعين بالمنطقة أو بالنظام العالمي مش بس بالمنطقة، عنا مجموعة من القوى الدولية اللي هي ثلاثة أساسية، روسيا، الصين، أمريكا، عم تتصارع بشكل عام لإنتاج نظام عالمي إما متعدد كما تريده الصين وروسيا، وأما يستمر بأحاديته ومع ضغط من قبل القوى الأخرى مثل ما هي أمريكا ماشي فيه. ننزل على المستوى الإقليمي، صار عندنا فاعلين إقليميين ذات تأثير كبير في المشهد، وخاصة عم نحكي ناخذ مناطق توزيع جغرافي بنطاق الشرق الأوسط، هو يعتبر منطقة مركزية، واللي هو بدنا نشير له بهالمضمار. ليش الشرق الأوسط دائما محور صراعات؟ أولا لموقعه الاستراتيجي، ثانيا لأنه مركز الحضارات والديانات الأساسية الثلاثة، ثالثا لانه هو مركز الثقل بالموارد الاساسيه للطاقه اللي هي النفط والغاز وممرات التجاره العالميه، يعني عنده بحيثيته الجغرافيه اهميه كبيره بتخليه يجتذب كافه القوى الكبرى. لذلك نحن بنشوف انه تبدل طبيعه النظام العالمي، يعني وقت تغيرت الثنائيه القطبيه باواخر الثمانينات كانت من بوابه افغانستان اللي هي بالشرق الاوسط. نعم. اطلاق النظام العالمي الجديد من قبل الرئيس جورج بوش الاب كان ببداية التسعينات من العراق، حرب عاصفة الصحراء، وبالتالي أيضا من بوابة الشرق الأوسط. اليوم محاولة إنتاج نظام عالمي جديد يكسر الأحادية القطبية أو قد لا يكسرها، هذا يترك للمستقبل، هو أيضا من فلسطين، من غزة، ومن الشرق الأوسط بالتحديد. فبالتالي وقت نحكي عن الشرق الأوسط مركزية المنطقة، نحن دول منعيش فيها، لبنان جزء من هذه المكونات.
منروح على الصراع الموجود بين القوى اللي عم نحكي عنها. عندنا مشروعين عم يتبلوروا بكثير من المحطات بالمشاريع الذاتية مثل مشروع الحزام والطريق الصيني، وبالمشاريع اللي عليها بتكتلات وأحلاف مثل مجموعة بريكس وشنغهاي، وبطرح المشاريع الأمريكية بالمقابل لاستمرار الهيمنة مثل ما حكينا سابقا، شرق أوسط جديد، شرق أوسط كبير، نشر الديمقراطية، الفوضى الخلاقة، الفوضى البناءة، مشاريع التفتيت والتجزئة، كل هذه مشاريع تصدر حتى دعم أوكرانيا بواجه روسيا يصب في هذا الإطار حكما نحن عم نركز على منطقتنا، ولكن هذه المشاريع اللي موجودة على مستوى نطاق الدولي. فبنيجي على الشرق الأوسط، هذه الخصائص المرتبطة فيه ونحن جزء منه، مشان هيك عايشين هيدي المعاناة. هلا الميزة بأنه المشاريع اللي أطلقها الأمريكي خلال المراحل الماضية كانت انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، وكان بالسياق العام هو بذهنيته أنه هذه المشاريع المختلفة تساعد على تفكيك بنية المجتمعات في المنطقة وإضعاف الدول الموجودة في المنطقة، وبالتالي التمكن من استحكام السيطرة بشكل كلي عليها. كان هناك نوع من الخروج عن المألوف في هذا السياق، وشهدنا العديد من الدول اللي هي كانت تحت السيطرة الأمريكية المباشرة. إذا بدنا ناخذ نموذج العراق، احتلوا، سيطر عليه لفترة معينة من الزمن، بعد خروجه أصبح ساحة نفوذ إيرانية عراقية، اليوم هو جزء من محور وحدة الساحات. فبالتالي هذا النوع من الصراع بين المحورين ينعكس على المستوى الإقليمي بين دول أساسية بالمنطقة ومنهم إيران والكيان الإسرائيلي. وبطبيعة الحال نحن عم نحكي بس الدول الكبرى تمشي بشريعة، بدها تروح على المستوى الأدنى لحتى ما تفوت هي مواجهات مباشرة، بتكون مواجهات على المستويات الأدنى أو عبر القوى الإقليمية. بس بعدها محيدة لهلأ هذه الدول العظمى، يعني لما عم نقول نحن بانتظار رد إسرائيل على إيران ومن بعد رد على الرد، وبالتالي يعني نحن على شفير الهاوية للدخول بهذه صحيح. الحرب الإقليمية الكبرى. هذا اللي بدنا نفوت فيه بتفصيل المشهد اللي بالمنطقة. يعني نحن وقت بنحكي على هذا النوع من الصراع، الصراع قد يترجم من خلال مواجهات مسلحة مثل ما هلأ عم نشوفه، وقد لا يترجم مثل ما كان بالسابق. نعم. وفي شغلة كمان بدنا نضوي عليها اللي هي أساسية بمنظار العلاقات الدولية، إنه الأمريكي يستخدم السلاح الذي يعني يستخدمه الخصم مقابله لمحاربته فيه. بمعنى ذكرت حضرتك حرب أوكرانيا، لأن الروسي دخل بالقوة الصلبة بسوريا وتدخل بالحرب ضد داعش وأنزل قواعد لإله، فالأمريكي رد عليه بفتح معركة مباشرة. بينما مواجهته مع الصين كانت من خلال طرح الممر الهندي قبل 7 من تشرين بفترة بسيطة، وبالتالي كانت مواجهة اقتصادية. هذا بينعكس على الأداء، الصراع الكبير يترجم أحيانا بحروب مباشرة. إجت عملية يعني 7 من تشرين لحتى تكسر الجمود بمسار القضية الفلسطينية اللي تعطلت، واللي كان مشروع صفة القرن اللي طرحه الأمريكي مع بعض الدول العربية وحاول أنه يطبقه، يهدف إلى إلغاء مفاعيل القضية الفلسطينية، إلغاء حق العودة، إلغاء واقع القدس وتدويله، وإلغاء مشروع التقسيم وإقامة الدولة. كانوا رايحين باتجاه يهودية الدولة. وكانوا مدعومين أمريكيا. خطينا هذه الصفقة، صفقة القرن. حكما اللي إجا ضرب صفقة القرن هو عمليا 27. طيب بس هلأ مع احتمالية عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، ألا تعود مفاعيل صفقة القرن ممكن وإعادة ترتيب المنطقة على أساس صفقة القرن؟ لا يمكن ذلك، لأن في هناك عوامل أساسية. لا يمكن إلغاء مفاعيل المقاومة وإنهائها بالوقت الاحتلال المستمر. إذا ما صار في تسوية على مستوى القضية الفلسطينية بشكل فعلي، اللي هو قد يلغي مفاعيل المقاومة، ما فينا نقول يعني 7 أكتوبر إجا أنهى هذا المسار. صحيح. إلى حين إعادة يمكن الاعتراف، إعادة رسم الخارج. نعم، رح ننتقل إلى سرايا الحكومة. يبدو لأنه الرئيس نجيب ميقاتي خرج إلى القاعة الخارجية في السرايا الحكومي لاستقبال نظيرته الإيطالية رئيسة حكومة إيطاليا بعد وصولها إلى لبنان. إذن بانتظار وصول رئيسة وزراء إيطاليا. وخرج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لاستقبال في السراي الحكومي. زي اوعى تتاني.
إذن هي ليست المرة الأولى التي تزور فيها رئيسة حكومة إيطاليا لبنان، إذ ما قبل اشتعال الحرب على لبنان بشكل رسمي كان لرئيسة وزراء إيطاليا أيضا زيارة إلى بيروت، والتقت خلال الرئيسين ميقاتي وبري والعديد من الأطراف اللبنانية. دكتور علي، لنكفي هذا الحديث، برأيك يعني الموقف الأوروبي، كان في بعض الدول الأوروبية جدا لافت موقفها، أولا بدعم لبنان وبدعم أيضا القضية الفلسطينية، خلافا للموروث بأنه دائما الاتحاد الأوروبي دائما يصب لمصلحة إسرائيل. ف كمان أداه ممكن هذا التغير بالمشهد الدولي يساهم في الوصول إلى حل مثل حل الدولتين؟ يعني بهذا الإطار بدنا نركز على كمان نقطة أساسية، أنه لم يكن الاتحاد الأوروبي فاعل كما يجب في سياق الصراع العربي الإسرائيلي في المراحل الأخيرة، بدءا من اتفاقيات السلام اللي وقعت بين بعض الدول العربية والعدو الإسرائيلي وصولا إلى المرحلة الراهنة، وخاصة أنه كان عنده طرح متعلق بخصوصية الاتحاد الأوروبي اللي هي الشراكة الأوروبية المتوسطة، اللي كان بهمه يكون في نوع من السلام بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية ليقدر يعمل نوع من الشراكة المتعددة الأطراف على مستوى الشرق الأوسط، لا نظرا لأهمية المنطقة واكتساب الكثير من المصالح والنتائج والمفاعيل الإيجابية اللي بتساعده بتطوره وبنهضته وبغير ذلك. ولكن شهدنا بخلال المرحلة الأخيرة للأسف نوع من الالتحاق الأوروبي الكامل تقريبا بالإدارة الأمريكية ورؤيتها لمشاريع المنطقة، يعني خلال صفقة القرن ما شفنا مواقف أوروبية مختلفة، ما شفنا دعم فعلي من الأوروبيين لإنشاء دولة فلسطينية منذ اتفاق أوسلو حتى الآن، أيضا لم نرى خروجا في هذه الحرب الأوروبيين من العباءة الأمريكية، بمعنى أنه بمرحلة من المراحل عندما صار هناك حراك شعبي في أوروبا وفي أمريكا وصار في تركيز على مسألة حقوق الإنسان اللي هيدي المجتمعات أنتجتها كقيم عامة، وشعوب عندها شافت الإزدواجية بين تعاطيها ودعمها الكامل للكيان الإسرائيلي وبين ما يحصل من مجازر، خلقت نوع من الضغط الداخلي أدى إلى مع وسائل التواصل الاجتماعي ضغط على الحكومات الأوروبية للتعديل موقفها نسبيا، ولكن الموقف الأوروبي حتى الآن هو لا يوازي ما يحصل من مجازر على المستوى إذا بدنا نحكي غزة بالتحديد. يعني إذا بنحيد الملف اللبناني وبدنا نشوف الدور الأوروبي بغزة، بس حتى ولو كانت توازي هول هذه المجازر، هل يمكن لهذه الدول أن تؤثر في المشروع العام اللي تقوده أمريكا؟ يعني على سبيل المثال، هل يمكن لإسبانيا، لفرنسا، للنرويج، لأي دولة تدعم هذه القضية أو الحل في هذه القضية، هل ممكن أن تضغط على هذا المسار للوصول إلى حل الدولتين؟ حتما لا، لسبب، لأنه إذا بدنا نروح نشوف أوروبا، نحن بالتسعينات أمريكا هي اللي عملت الحروب بأوروبا وساعدت الأوروبيين، يعني يوغوسلافيا مين للدخل؟ الأمريكان لحتى حسموا الخيارات. أيضا إذا بدنا نروح على حرب أوكرانيا، حرب أوكرانيا كان الهدف منها هو استنزاف أوروبا مقابل روسيا وهو مشروع أمريكي، وبالتالي الأوروبيين ما عم يقدروا يكونوا ناهضين وعم بيشتغلوا بإطار يكونوا فاعل من الفاعلين الدوليين المؤثر بشكل مستقل وإيجابي. لذلك نحن بنقول أنه كل هذه التحركات هي كانت ناتجة مش على قرار أوروبي موحد ومستقل عن الأمريكي، كانت ناتجة عن أوضاع داخلية خلت الموقف السياسي الأوروبي يروح بهذا الاتجاه، ولكن حتى الآن وهذا بدليل عدم فعاليتهم، لأنه الأوروبيين كانت فرنسا تسعى في حين من الأحيان وأيضا ألمانيا على أيام أنجيلا ميركل للذهاب بإنتاج حيثية أوروبية في المحيط الخارجي أو دور جيوبوليتيكي أوروبي بالمحيط الخارجي، ولكن تغيرت إذا بدنا نقول الإدارات السياسية وهذا أدى إلى مزيد من الانكفاء ومزيد من أعطاء الرمزية والدور للأمريكي. لذلك اليوم الأوروبي غير فاعل وغير قادر. حتى هلا عم نشوف يعني أداة الجهود الفرنسية عم بتصب باتجاه وقف إطلاق النار، وأيضا توازيها جهود قطرية اللي القطر يعني مش بس هلأ عم بتساعد، كمان بال2006 كان لها دور كتير فاعل بموضوع لبنان، ما عم يقدروا يوصلوا لحل بانتظار الميدان أن يفرض كلمته. أولا الميدان، ثانيا القرار الأمريكي، وثالثا في شغلة بدنا نلتفت لها، يعني نحن اليوم الأوروبي عم نشوفه أحيانا عم يتحرك، ولكن في بعض الدول الأوروبية هي تدعم السلاح وتدعم المال لإسرائيل بهذه الحرب. يعني لا يعقل أنه يجي أوروبي إلنا اليوم أنه أنا عم بدعي وعم حاول أضغط بالوقت اللي هو عم يدعم إسرائيل بسلاحه وبالمال وبالخطاب السياسي بده يدعم، يعني بده ياخذ موقف، بده يقاطع الاسرائيلي، بده يحاكم الاسرائيلي، بده يمنع عنه سلاح للاسرائيلي، هيدي الاجراءات الاوروبي ما عم ياخذها. عم يكون هناك تحركات، يعني وين عم نشهد هيدي التحركات عمليا؟ اذا بدنا نحكي فرنسا بالتحديد، فرنسا للاسف من المبادره اللي قال عليها بالملف اللبناني بعد 17 تشرين، عم نحكي نحن 2019 مش 7 من تشرين،
فيما يتعلق بالملف اللبناني، كانت المبادرة الفرنسية بإعاز كامل أمريكي، وعندما قرر الأمريكي إيقاف هذه المبادرة توقف أي حراك فرنسي وما عاد قادر يفعل. وهذا بيبين أنه الأمريكي إذا أوكل للأوروبي هامش من التحرك للتفاوض، الأوروبي بيكون نشط، وإذا سحب منه الملف انتهى دوره، وهذا يعني أن الأوروبي غير فاعل بحد ذاته كعنصر. مش هناك بنرجع بنقول نحن القرار اليوم عند الأمريكي وليس عند الأوروبي. الأوروبي ضعيف غير قادر عن الخروج، وليس لديه قرار أيضا بأن يكون يعني قوة فاعلة في الشراكة، وهذا حينكس عليه سلبا، لأنه بكرة بس يترتب وضع الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد هذه الحرب سيكون الفاعلون الأساسيون هم روسيا، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية مع القوى الإقليمية. الاتحاد الأوروبي لن يكون له حيز في هذا المشهد، لأنه لم يكن في الحرب فاعل ولن يكون في السلم. لحظة بس فعل. كمان ظهرت إيران من المشهد. لا عم نقول قوى إقليمية، نحن حكينا القوى الدولية الثلاثة، إقليميا إيران حكما كيان الإسرائيلي إيران أيضا. فكانت عم تحكي بالمشهد، لا المشهد الدولي. المشهد الدولي وليس الإقليمي، الإقليمي حكما، المحرك الإقليمي اليوم أصلا إيران اليوم هي الأداة المحركة لكل الإقليم الشرق الأوسط. يعني إذا شلنا العامل الإيراني ووحدة الساحات ماذا تبقى في الإقليم؟ الدول العربية لمعظمها أما عملت اتفاقية سلام مع العدو الإسرائيلي وأما هي غير مواجهة لإسرائيل. فبالتالي بس نحكي إقليم يعني بدرجة أولى إيران. وبطبيعة الحال الكيان الإسرائيلي أيضا القوى الأخرى الفعلية. ذكرتي قطر، عن السعودية، عن تركيا أيضا. في المراحل التالية. طيب بس كمان في شيء كتير أساسي عم بيصير، اللي هو يعني التقدم الإسرائيلي على مستوى الأهداف. يعني هذه الاغتيالات اللي صارت صحيح أنه ما وقفت حركة المقاومة، ولكن هيك يعني وجعتها، مثل ما كان يقول كمان سمحت السيد قبل ما اغتيل بأنه ما كسرت المقاومة ولكن أنه ضربة بتوجع. اليوم هذه الضربات هل ممكن أن تخرج إيران من المشهد في المرحلة المقبلة؟ لأن البعض يراهن على إخراج إيران من المرحلة المقبلة عبر إنهاء حزب الله في الداخل وعبر إنهاء حماس كمان بغزة وكل حركات المقاومة بالشرق الأوسط. حتى نجاوب بشكل موضوعي على هذه النقاط، ما في شيء اسمه إنهاء حركات المقاومة. حركة المقاومة تنتهي تلقائيا عند خروج الاحتلال وانكفاء العدوان. طالما انه في احتلال اسرائيلي بفلسطين وعلى القليله تضعفها تغير، ولكن حركات المقاومه عندها ديناميكيه. اذا ناخذ حركه المقاومه بفلسطين، قبل 48 كان في حركات مقاومه داخليه تلقائيه عند يعني الهجره اليهوديه وبدء العمليات والقتل والتهجير والتنكيل بالقرى الفلسطينيه، كانت مقاومه بالداخل ونشطت بطريقة ما عندما تمكن الإسرائيلي من إحكام سيطرته على الداخل والتضييق على المقاومة الفلسطينية. ماذا حصل؟ انتقلت إلى الخارج، صار في عندنا ديناميكية للمقاومة الفلسطينية بالخارج. وانتقل إلى الخارج لحق على لبنان، اجتياح 82 كان للقضاء على المقاومة الفلسطينية. بعد ما قضى عليها بلبنان ووجودها وذهبت إلى تونس القيادات، من قضى على المقاومة؟ هو قدر ضرب وجود القيادات بلبنان جغرافيا. ما الذي حصل؟ الانتفاضة من الداخل. رجعت نتجت المقاومة بالداخل الفلسطيني بأواخر الثمانينات واستمرت إلى الآن. طالما في احتلال، المقاومة لديها دينامية بأن تتبدل قيادات ووجهات. يعني كانت مقاومة غير دينية بأيام فتح وباقي الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير. اليوم أصبحت دينية. لاحقا يمكن نشوف نوع من التطور بآليات عمل المقاومة بفلسطين إن لم تحل القضية الفلسطينية وتنشأ دولة. وهذا أمر مسار طبيعي بالتاريخ. لا الإسرائيلي ولا الأمريكي بيقدر يلغي مفاعيل. طيب بس رح فوت بالتفصيل معك أكثر، نفصل المشهد مثل ما هو. اليوم أوكي ما قدروا ضربوا حزب الله لأنه في قيادات وفي بدائل كتير. اليوم باغتيال قائد بحجم يحيى السنوار، البعض يقول بأنه انتهت القيادات اللي تميل صوب إيران وما تبقى هم من القيادات اللي يميلون صوب القطريين وما من خلف القطريين من موقف أمريكي. اليوم هل تم إنهاء حركة حماس بشقة الإيراني وسيكون هناك تفاوض مع من تبقى من المحور التابع أو القريب للمحور القطري والأمريكي وغيره؟ هذا الأمر تحسمه حماس، ونحن لدينا تجربة أيضا في هذا المجال. يعني نحن نعلم بأنه في سياق الحرب بسوريا كان هناك نوع من الانقسام. يعني حماس خرجت بشكل ما من الحضن الإيراني، انتقلت إلى الحضن الإخواني بمصر وبغيرها من الدول، ولكن لاحقا رجعت تمت عملية إعادة هيكلة. لذلك شاهدنا هذا النوع من الانقسام الخفي على مستوى الدور والريادة. اليوم تم اغتيال العديد من القيادات الأساسية بحماس. بالتأكيد هذا الأمر حيأثر. ولكن هل انتقلت؟ نحن ما بنقدر نقول انتقلت، لأنه بدنا نشوف القيادة البديلة اللي بدها تنتجها حماس. إنما سواء كانت بقيت على تماس مع إيران أو انتقلت إلى المقلب الآخر، لا يستطيع أي من الأطراف إنهاء فعالية حماس إن لم يكن هناك حل. وهذا يعني هي النتيجة اللي نحن بدنا نوصل لها.
طيب خلينا نقول أنه بهيدي اللحظات سنرى مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مركز التأهيل والصيانة في قاعدة 7200 جنوب حيفا المحتلة بصليا من الصواريخ النوعية. إذن هذه هي المشاهد، نراها ونعلق عليها بعد قليل. إذن هذه كانت مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لمركز التأهيل والصيانة في قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا المحتلة بصليا من الصواريخ النوعية. هيدا دليل دكتور علي أنه على الرغم من هذه الاغتيالات اللي صارت واللي طالت الصف الأول من المقاومة ومن حزب الله تحديدا، لا تزال بنية المقاومة بعد جاهزة لإطلاق الصواريخ ولإيلام العدو الإسرائيلي اللي رسم معادلة جديدة الشيخ نعيم قاسم، أنه يعني هذه ستكون مرحلة إيلام العدو. يعني اليوم إذا بدنا نوصف ما حصل على مستوى المقاومة، المقاومة نعرف بتكوينها نحن في عدة مستويات. المستوى الجهادي المرتبط بالجبهات واللي هو تكون من خمس مجموعات أو خمس إذا بدنا نقول نطاقات، اللي هي عندها ديناميكية بالعمل المنفصل، وكل مجموعة منفصلة عن الأخرى وبالتالي ليست مرتبطة عمليا بشكل مباشر بالقيادة ولديها هامش من العمل المنفرد. نعم. هذه المجموعات تأثرت بشكل نسبي وقليل جدا انطلاقا من العدوان الذي قامت به إسرائيل على المقاومة في لبنان. المستوى الثاني اللي مرتبط بمسألة الإطار العام لدور المقاومة، أولا بنيتها وهيكليتها. نعم. التنظيمية بمعنى القيادي، الأمين العام، الهيكلية، المجلس التنفيذي وغيره من الأجهزة، والدور السياسي المنبثق عن هذه التركيبة وعن هذه الهرمية اللي هو النقطة الثانية اللي بنقول أنه تضررت. والمستوى الثالث اللي له علاقة بالعمل الاجتماعي والعمل بمختلف ميادينه مثل أي حزب آخر موجود في التركيبة اللبنانية، وبالتالي هذا الإطار لم يتأثر بالضربات. بنجي على التركيبة البشرية، تأثرت باستهداف أجهزة الاتصال، ولكن هذا الاستهداف كان نسبي بمعنى العدد اللي هو بحدود 5000 شخص. بس خليني أقول أنه بدأ اللقاء ما بين الرئيس ميقاتي ورئيسة وزراء إيطاليا في السراي الحكومي في هذه الأثناء، وهذه هي الصور عن بدء هذا اللقاء بانتظار انتهائه وأن يكون هناك تصريح من السراي الحكومي. وأيضا سننتقل إلى مشاهدة بعض مشاهد من أضرار ودمار نتيجة غارة على منطقة الدوير حيث ارتقى 3 شهداء. كمان مش مبين، مش عم نأرجل هيك يا زلمة. إذن هذا هو حجم الدمار الهائل والأضرار جراء غارة على منطقة الدوير حيث ارتقى نتيجة هذه الغارة 3 شهداء. هذا البراد كمان مش عم يسكر منيح، هلا نشوف فينا ناخذ منه غران انه كهرباء ما عادش بيشتغل. هذا هلا من هلا ايوه يمكن من هون سكر، هذا البراد سكر. نعم، اذا هذه هي المشاهد وحجم الدمار الكبير الناتج عن غارة إسرائيلية شنها العدو الإسرائيلي على منطقة الدوير ونتج عنه هذا الكم الهائل من الدمار، وارتقى أيضا 3 شهداء نتيجة هذه الغارة.
ايه تفضل دكتور. فكنا عم نحكي عن ما تاثرت به المقاومه من استهدافات العدو الاسرائيلي. فبالتالي هيدي المكونات يعني اليوم اذا بدنا نحكي عن رمزيه شخصيه سمحت السيد الله يرحمه نعم. اكيد افتقد الحزب بطبيعه الحال، وليس فقط الرمزيه المتعلقه بكاريزما السيد ولكن الدور الذي كان يلعبه على مستوى الملفات الداخليه والملفات الاقليميه نعم. يعني الحيثيه المرتبطه بالحزب وحركه المقاومه التي كانت تتمثل او تتجسد بشخصيه الامين العام اليوم افتقدت لدى الحزب. هذا عامل تأثر به الحزب بشكل كبير. ما فينا ننكر كمان الخبرة دكتور، يعني هيدي كمان ما مست بشكل أساسي. يعني لما نشوف قادة الرضوان اللي تم استهدافهم واغتيالهم، وحتى اغتيال السيد حسن نصر الله، يعني هودي قادة بمستوى خبرات وشاركوا بحروب كتير، يعني هودي تراكم خبرات أدى إلى هذه القوة اللي نحن عم نشوفها ضمن قوة الرضوان. ألم يستطع العدو الإسرائيلي من مس هذه الفكرة تحديدا وهذه الخبرات اللي ركمها حزب الله في هذه المرحلة؟ بهالمحل بنقدر نقول لا لسبب، يعني عم نحكي على المستوى الجهادي ما في كتير تأثير، لأنه الآليات إذا بدنا نحكي التدريبية والتحضيرية والتجهيزية وبعد الحرب أيضا مع داعش صار في عندنا نوع من التراكم اللي هو الجيل الجديد إذا بدنا نسميه لدى الحزب من مقاومين أصبح لديهم هذه الخبرة وبشكل واسع. يعني عندنا حرب 2006 كانت مرحلة، الحرب مع داعش كانت مرحلة، وبالتالي تم التأهيل. النقل النووي على مستوى السلاح وتطور السلاح وتخزين السلاح واستخدام اليوم عم يستخدموا مسيرات، عم يستخدموا صواريخ يعني متوسطة وبعيدة المدى، وبالتالي أيضا هذا الجانب تم تأمينه والعمل عليه خلال نحو 20 سنة تقريبا من 2006 لهلا. فبالتالي بعتقد والواضح من الميدان والواضح من يعني استعادة الحزب لدوره بشكل مباشر وسريع على المستوى المرتبط بالجبهة انه هيدي الضربة على هيدا المستوى لم تؤثر فعليا، لانه نحن اذا بدنا نشبهها هي نوع من المسار المتراكم اللي ولد او انتج جيل جديد متفاعل وقادر تأثر يمكن نسبيا بس ما اثرت كثير كبير غياب هذه القيادات الجهاديه. ولكن بالجانب الاخر اللي له علاقه مثل ما حكينا بالحضور السياسي بالمشهد الداخلي، بالحضور السياسي الاقليمي، برمزيه السيد الله يرحمه، وبهيدي الحيثيه اللي كان يمثلها الحزب على مستوى ملء هذه الحاله بالتركيبه اللبنانيه وعلى مستوى العلاقات الدوليه اكيد تاثرت. على مستوى الهيكليه صار في تاثر، ولكن يعني يتم إعادة رسم الهيكل أو ترتيبها بطريقة تستطيع الموضوع مع الوقت تستطيع أن تستمر. وما بدنا ننسى شغلة كمان، نحن يعني في عنا كادر اللي هو الكادر السياسي بالتنظيم اللي هو ممثل بالنواب وبالوزراء وبالشخصيات الإدارية اللي موجودة، ما هني بعضهم موجودين يعني في عنا بمحلات صار في عنا خلل، صار في عنا فراغ، ولكن بالبنية العامة هو هذا اللي بيأكد أنه ما في شيء اسمه القضاء على المقاومة. بس هو الخلل بالبنية الأساسية، يعني أنه نحن بنعرف أنه دور النواب والوزراء هو دور سياسي، وحتى كمان يعني شيخ نعيم قاسم بيطلع بيحكي بعناوين سياسية، ولكن يعني بنية المقاومة العسكرية هي اللي عم يستهدفها العدو الإسرائيلي واستطاع بأنه إلامها. لا حتى الآن هو قدر استهدف البنية مثل ما عم نحكي الإدارية والحيثية المرتبطة بالواقع السياسي وليس الميداني. اختيلت قيادات ميدانية أساسية لا شك، ولكن نحن عم نحكي الميدان خلص يعني صار في له آليات وله مساره مستقر. ممكن يتأثر، ولكن نسبة تأثره هون نحن عم نحكي إذا بدنا نحكي 80% بالمشهد السياسي تأثر الحزب باغتيال السيد هذا الكادر الأساسي بنحكي هون يمكن بنسبة 20%. فلذلك نحن اليوم بنشوف الجبهة قديش هي حاضرة، وبنشوف الإرباك السياسي، يعني عم نحكي اليوم بالموضوع الموقف الإيراني برئيس الحكومة وموقفه وبكل هذه التفاصيل هي إلى علاقة بالإرباك الناجم عن الفراغ اللي تركه غياب السيد حسن والقيادة بالتنظيم. أما على المستوى الجهادي الإسرائيلي استخدم كل آلته الجوية، صار له تقريبا يعني 3 أسابيع بشكل مركز وبشكل تدميري وممنهج ويومي ومكثف، وآخر شيء بس حاول يفوتوا بالبر شفنا النتيجة شو هي، كمائن، تصدي، منع من الدخول. أكثر شيء عم يعمله الإسرائيلي هو حرب إعلامية، بيفوت بيتصور ويمكن بيطلع مباشرة. لحد هلا ما قدر يحتل قرى كاملة واستقر فيها وثبت فيها بدون أن يتعرض لضربات. اسمح لي أنقل أسئلة الناس، يعني نحن بنقول أنه أقصى شيء قدر يعمله الإسرائيلي أنه يصور ويظهر، بس بالمقابل كمان بيقولوا لك أنه في شريحة كتير كبيرة من الناس بيقولوا أنه شو استفاد حزب الله من هذه الحرب، وخصوصا أنه حجم الدمار كتير كبير. لبنان يعني قدر رده الإسرائيلي 20 سنة لورا، نحن بعدين بدنا نفكر مين بده يرجع يعيد إعادة إعمار كل هذه المناطق المدمرة، وبالتالي هيدي أسئلة كتير كبيرة عند الناس. صحيح هلا مش عم بيقولوها علنا، ولكن ما بعد الحرب رح نسمع كتير هيدي النغمة إنه شو حقق حزب الله من هذه الحرب. طيب
اللي بدنا نقوله نحن ما بدنا نشوف حزب الله هلا بالمرحله الراهنه، بدنا نشوف حزب الله شو عمل بال2000، اول دوله عربيه بينسحب منها الاسرائيل بدون اي اتفاقيه، اوكي، بسبب عمل المقاومه المتراكم، وحتى ما نبخس الناس حقها، عمل المقاومه اللبنانيه بكل اطيافها تاريخيا، صحيح، وصولا الى تجربه الحزب بالثمانينات وطلوع، فبالتالي هو مسار تراكمي للبناني، اي مواطن لبناني كان، هو مشروع مقاوم ضد الاحتلال الاسرائيلي، وشهدنا بكثير من المحطات لكثير من الحركات اللي كانت عم بتقاوم. الظروف بطبيعه الحال بتحكم احيانا انه تتبلور أنواع من المقاومات تجسدت بالحزب بالمرحلة الراهنة. منروح بعد منا على قصة ترسيم الحدود البحرية، لو لم تكن المقاومة موجودة من كان يستطيع أن يرسم هذه الحدود ويحصل حقوق لبنان، مع العلم أنه المقاومة حفظت حق لبنان وأعطتنا هذا الحق، ولكن السلطة السياسية بلبنان ما راحت على الاستثمار والاستفادة منه، فتحاسب السلطة السياسية ولا يحاسب الحزب هنا. إذا بدنا نروح على المرحلة الراهنة، الإسرائيلي من 2006 لليوم، وأيضا بال2006 مين منع الإسرائيلي أنه يفوت؟ الحزب، وعمل يعني عمل كمان نوع من الردع اللي استمر من 2006 لفترة السابع من تشرين، لا في اعتداءات إسرائيلية ولا في إمكانية أو جرأة إسرائيلية أن تفوت مثل ما كانت تعمل دائما، تفوت على القرى وتحتل وتقتل وتهدم بيوته إلى آخره. كنا عايشين بأمان خلال 20 سنة، مين اللي عطانا إياه؟ المقاومة. يعني نحن بدنا نشوف هذه الأدوار. هلأ اليوم السؤال الأساسي، لماذا المقاومة دخلت في هذه المعركة التي هي ليست معركتنا؟ الإسرائيلي كان عم بيحضر. يعني أنت عندك سيناريوهات، عندك الفرضية اللي بتنطلق من المقاومة أنه نحن لو لم ندخل هذه المعركة كان الإسرائيلي لاحقا سيأتي إلينا ويفتح هذه المعركة، ولكن سرع يعني من حكماً سرع من تساقط وتيرة قوة، يمكن لا البعض يقول أنه سرع من تساقط قوة الردع اللي كنا نحن مكرسينا طوال 20 سنة. اليوم دخولنا بهيدي الحرب اللي هي ما كانت خطوة مدروسة يعتبرها البعض، أنا لا أتبنى، أنا أنقل الرأي الآخر، أنه مجرد دخولنا في هذه الحرب وهي حسابات خاطئة بيعتبروها، نحن تنازلنا عن قوة الردع وكسرنا قوة الردع اللي كنا عم نبني لها من 20 سنة ومتكئين عليها بالداخل اللبناني. طيب إذا بدنا نجاوب على هذا السؤال، قوة الردع كيف انكسرت؟ باستهداف أجهزة الاتصال الذي كان محضرا له مسبقا، نعم، واستراتيجية كانت موجودة قبل هذه الحرب. عملية تحضير الاغتيالات، يعني السيد الله يرحمه من أيمتين كان مش عم يظهر للعلن؟ لماذا؟ لأنه مهدد وعملية اغتياله واردة من 2006. نعم. اغتيال القيادات الأخرى، الرصد المتعلق بآليات عمل المقاومة، القصف الذي كان يستهدف السلاح الذي كان يأتي عبر سوريا دائما للمقاومة، هذا شو كان؟ إسرائيل كانت تروح على سوريا لتقصف إمدادات المقاومة. فبالتالي الإسرائيلي عمليا محضر حاله لهذه المعركة ولضرب المقاومة، وهي جزء، كنا بعدنا عم نحكي أنه هي جزء من مشروع أوسع، صحيح، الشرق الأوسط وصفية القرن وإلى آخره، جزء منها هو إلغاء فعالية المقاومة، لا يمكن القضاء عليها، ولكن يسعى الإسرائيلي إلى إلغاء فعاليتها. طيب صارت هيدا مثل بال2006، نعم، على جنديين أو جوستين بعدين عملنا تبين. حرب 33 نحن عملنا حرب، الإسرائيلي عمل حرب، صحيح، وقت اللي احتل، وقت اجتاح لبنان شو كانت زريته؟ محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، محاولة اغتيال، احتل البلد اجتاحه، نعم. يعني الإسرائيلي ما انه بحاجة ينطر انه نحن نروح نقرب او نفتح معركة معه، هو استراتيجيته موجودة، ولكن يتحين الفرصة، اجت هيدي الظروف اللي فتحت المعركة بهذا الشكل، ولكن آليات الضرب اللي عملها هي كانت مجهزة. ومسألة اليوم الجرف للقرى هي استراتيجية إسرائيلية، لأنه باستراتيجيته الأساسية هو إبعاد المقاومة إلى حدود ما بعد الليطاني وفقا لما يقول بأنه نص 1701، وبالتالي خلق منطقة محايدة. فبالتالي نحن بدنا نشوف المشهد بهذا الإطار تنقدر نعرف شو اللي عم بيصير. يعني ما فينا ناخذ الحدث بجزئيته ونقول المقاومة راحت فتحت المعركة مع الإسرائيلي والإسرائيلي إجا دمر البلد. لا، الإسرائيلي استراتيجيته، نحن قلنا 75 سنة يعني بصراع مع الإسرائيلي، وبالتالي المقاومة عملت واجبها، راكمت القوة التي يمكن أن تراكمها، الدولة عملت واجبها واحتضنت المقاومة في المراحل السابقة، وكان عندنا استراتيجية شعب وجيش والمقاومة. أيضا الشعب اللبناني اليوم يعني قام بأكثر مما كان متوقع منه على مستوى اعتبار هذه المعركة معركة كل اللبنانيين. يعني على الرغم من هذا النقاش ومن هذه الآراء، ولكن اليوم اللبنانيين باحتضان النازحين، بموقفهم من إسرائيل، بموقفهم من كل الذي يجري، وهذا ما حتم على رئيس وزراء العدو الإسرائيلي أنه يطلع بخطاب ويحكي عن الطوائف بلبنان ويقول للبنانيين انه المقاومه شوفوا شو عملت فيكم وانتم كنتوا بالستينات والسبعينات. مش المقاومه اللي عملت فينا هيك، الاحتلالات الاسرائيليه والاعتداءات الاسرائيليه المتكرره هي اللي عملت فينا هيك، والمقاومه هي نتيجه. يعني لو لم يكن الاسرائيلي اجتاح لبنان واحتله ب 82 ما كان في شيء اسمه حزب الله اليوم. نعم. فبالتالي نحن بدنا نشوف المشهد بهذا الاطار، لانه بعدنا كنا عم نحكي ببدايه الحديث عن العلاقات الدوليه ومصالح الدول والمشاريع. لبنان في قلب منطقه فيها صراعات كبرى، فيها صراعات اقليميه وفيها مشاريع متعدده، وشفنا الانقسامات بالمشهد السياسي اللبناني ما بين 14 أدار و8 أدار، وشفنا المواقف اللي لها علاقة بكثير من الانقسامات اللي كنا عم نشهدها عبر المراحل المختلفة. لذلك نحن اليوم بدنا نكون منطقيين
بالطرح، منطقيين بالنقاش. نعم. لاحقا بعد انتهاء هذه الحرب نتناقش بكل التفاصيل، ولكن هذا الرأي الذي يلوم المقاومة بده يكون بمحل معين منطقي وينطلق من المشهد الإسرائيلي. بلش لي من عند الإسرائيلي وتعال بعدين للمقاومة. رح نفصل هيدا المشهد على أساس كمان 1701، ما إذا كان الإسرائيلي أساسا بعد يقبل فيه والأمريكي حكي عن 1701 بلاس. ولكن خلينا نشوف في هذه الأثناء مشاهد لغارة منذ قليل نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 3:15 من بعد ظهر اليوم، مستهدفا مبنى سكني في حي الراهبات في مدينة النبطية فدمره. إذن دمر حي الراهبات في مدينة النبطية جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 3:15 من بعد ظهر هذا اليوم. أوكي. وهيدي المشاهد اللي عم نشوفها لنتيجة الدمار والأضرار الهائلة الناجمة عن هذه الغارة. دكتور علي، كنا عم نحكي عن 1701، اليوم البعض يقول بأنه ورط حاله حزب الله بهذه الحرب لأنه رح يوصل إلى تطبيق 1701، وكنا أساسا خلال 18 سنة مرت عم نتحايل على المجتمع الدولي بكيفية قراءة 1701، يعني بما معناه أنه رح يلاقي حاله مجبور أنه يتراجع كقوة عسكرية وبنيان عسكري إلى شمال الليطاني. هل نحن أمام هذا المشهد؟ يعني هذا الأمر بيحكم الميدان، بمعنى بعد بيحكموا الميدان، يعني حتى من بعد ما تخلص هذه الحرب الميدان ممكن يفرض يمكن الإبقاء على 1701 كما هو، أم كمان رح يكون في تقدم خطوة إلى الأمام عبر 1701 بلس مثل ما عم بيسمي الأمريكان؟ يعني 1701 بلس هو يعني يرتبط بال 1559. نعم. وبالتالي بمسألة نزع السلاح المقاومي، وبنرجع للمشروع الأمريكان اللي بلش بهيديك المرحلة قبيل اغتيال الرئيس الحريري، وكانت خلاصته أو أبهى حلة لإله هي بالعام 2006 بالعدوان اللي صار على لبنان. وبعد منها كان في محاولات إسرائيلية متعددة، ونحن بنذكر بالسنوات الماضية مسألة التمديد لليونيفيل، كان في كتير محاولات وطروحات لتطوير آليات عملها اللي هي عمليا خروج عن 1701 ومحاولة التحايل عليه دوليا بما يتعلق بمحاولة كف يد المقاومة أو تطويقها وتكبيلها. أيضا كان في طروحات أو عدم التنسيق على الأقل، يعني يعني المخارج كانت أو سيناريوهات عديدة. نعم. ولكن النتيجة بتكون واحدة. نعم. الهدف الأساسي كان، وحتى اللي شهدناه نحن بلبنان خلال المراحل السابقة من ضغوطات اقتصادية، حتى من أزمة مالية، حتى من ما نتج بمرحلة ما بعد الحراك الشعبي على مستوى هذه الهشاشة بالمجتمع اللبناني والضعف، حتى تدمير المرفأ شو كان؟ تدمير الاقتصاد اللبناني هو لمصلحة مين؟ كل هذه المشاريع هي جزء من الطروحات الأمريكية لتطويع الدول في المنطقة، لإضعاف محور المقاومة، لإضعاف حركات المقاومة، وذهب باتجاه التسليم بالمشروع الشرق الأوسط الذي تريده أمريكا وتديره إسرائيل. طب نحن وقت بيكون عندنا المشروع واضح الأد والأمريكي على لسانه عم بيقوله، والإسرائيلي يعني نتنياهو بعد هذه الضربات اللي توجهت للمقاومة طلع بشكل علني وقال أنا من يرسم خارطة الشرق الأوسط ومستمر بهذه الحرب، وأنا أرسم خارطة الشرق الأوسط، يعني أنا صاحب المشروع بالمنطقة. طب نحن وقت بيكون هالقد الخطاب واضح عند العدو اللي هو عدو لكل اللبنانيين وعندنا تجارب مريره معه، وهالقد الخطاب بيكون واضح على مستوى الاقليم واعاده ترتيبه بالطريقه الامريكيه ومساله الاخضاع، فبنيجي للنقاش بالتفاصيل اللي علاقه بالقرارات الدوليه، وبنعرف نحن القرارات الدوليه هي باراده امريكيه بشكل عام، وحين تريد امريكا ان تطبق قرار تفرض تطبيقه الا اذا استخدم الفيتو ضده، او ما بدها تطبقه بتستخدم هي الفيتو لعدم التطبيق. بالتالي 1701 هو محطه في سياق هذا الصراع، الحديث عنه بتطبيقه ما المقاومة بالأصل كانت رفضته لبعض الاعتبارات وبعض المواد اللي فيه. الإسرائيلي كان بالأصل يريد تطبيق الجزء المتعلق بواجبات لبنان وليس بواجباته هو. نعم. فبالتالي هو 1701 بحد ذاته لم يطبق وكان غير قابل للتطبيق وكان مثار نزاع بين الطرفين. اليوم إذا رفضوا الإسرائيلي أو قبلته المقاومة أو العكس أو قبلوا اثنين، ساعتها بدنا نشوف نتيجة هذا القبول أو الرفض هو مرتبط بنتيجة المعركة وبالتسوية اللي بدها تتم. فلذلك مسألة الحديث عن 1701 أنا بعتبره شيء هامشي وجزء من هذه المعركة وليس هو شيء جوهري، بمعنى أنه بقي 1701 ولا عدلناه ولا طورناه، ما هو هذا خاضع للمتغيرات اللي عم تفرض هاي القرارات. ما بدنا نشوف السياق اللي صدر فيه 1701 ولماذا لم يطبق، والقرارات الدولية يعني كلها على هذا المنوال 425 قديش بقي بدون تطبيق. صحيح. قرار التقسيم من 75 سنة ما تطبق، قرار حق العودة وينه؟ وبالتالي القرارات الدولية هي مهمة وضمن إطار الشرعية الدولية ولها دور أساسي بحفظ الحق
ولكن آلية التطبيق هي تخضع لمصالح الدول من ناحية، ولما تفرض عملية الضغط واستخدام الأوراق في المساومة للوصول إلى النتائج. طيب رح نحكي نرجع عن ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، أم ممكن أنه ننتهي من هذه الحرب ما قبل هذه الانتخابات، ولكن خلينا ننتقل عن زميلتنا رنا عبود ومعها أيضا الاقتصادي دكتور محمود جباعي. رنا عبود تفضلي. مساء الخير رواند لك ولضيفك. نحن اليوم متواجدين ببيروت مع الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي لنحكي أكثر عن وضع الليرة اللبنانية مقابل الدولار. يمكن في كثير أحاديث انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه سعر الدولار رح يحلق بالوقت القريب، طبعا يعني في ظل هذا الوضع الصعب والحرب اللي بيشنها العدو الإسرائيلي على لبنان. اليوم المواطنين عم بيعيشوا أيضا حرب من نوع أخرى من نوع آخر، وهي الحرب الاقتصادية. لتفاصيل أكثر إذا عن وضع الليرة مقابل الدولار رح نسأل ضيفي دكتور محمد. أهلا وسهلا فيك. شو وضع اليوم الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهل سعر صرف الدولار فعلا رح يرتفع مثل ما الكل عم بيحكي بالفترة الأخيرة، لحتى نطمن المشاهدين؟ تحياتي لك سترانا، لجميع المشاهدين، للأستاذ رواند ولضيفة الكريم. أنا مستغرب صراحة من هذا الحكي أنه حيصير في انهيار بسعر الصرف. نحن مرق سنة تقريبا على دخولنا بالحرب وحرب الإسناد، ومع هيك سعر الصرف بقي مستقر، واليوم صرنا داخلين بالحرب حوالي أكثر من 25 يوم وما زال سعر صرف الليرة مقابل الدولار هو ذاته، على الرغم من محاولة بعض التطبيقات المشبوهة اللي كان عم يتم بعض الصرافين غير الشرعيين عم بيحاولوا كانوا يعلوا سعر الصرف، ولكن سياسة المصرف المركزي المتبعة ما سمحت بهذا الشيء. دكتور، هل صحيح أنه المصرف المركزي ضخ بالفترة الأخيرة حوالي 320 مليون دولار أو 340 مليون دولار؟ اليوم مصرف لبنان كل شهر هو أصلا عم بيضخ مبالغ مرتبطة بالتعميم، وفي مبلغ 120 مليون دولار هو اللي خصه بالرواتب، ولكن هيدي الأموال هو بيخدها من وزارة المالية اللبنانية، ببدلها بالسوق على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، يعني مش من احتياطات مصرف لبنان. بس بآخر فترة كنا عرفنا أنه مصرف لبنان اتخذ قرار بزيادة نسبة التعميم لما زاد 3 أضعاف بأول الشهر الماضي على التعميم، فضخ مبلغ يفوق ال 200 مليون دولار. إيه ده هو دفعهم من موجوداته، وأيضا مبلغ زيادة عبد يدفعه هلأ للي هن انتسبوا جديد للتعميم 166 وبعد ما عدل التعميم 147. ولكن في شغلة مهمة لازم نذكرها، مصرف المركزي منذ استلام الدكتور وسيم منصوري لليوم قدر يحقق زيادة بموجوداته 2 مليار دولار، يعني 2 مليار دولار هو حققه من الزيادة، صار الاحتياط حوالي 10 مليار و500 مليون دولار. هذا المبلغ عم بيعطيه فرصة أن يقدر يدفع للمودعين، وهذا اللي صار، استعمل جزء منه اليوم هو لدفعهم للمودعين. مش معناته أنه المصرف المركزي صرف عنده مشكلة وعم يدفعهم لحتى يسر أموال المودعين، حوالي 200 ل 220 مليون دولار. أما المبلغ الآخر اللي هو 120 مليون دولار، هيدي رواتب القطاع العام بيدفعها مصرف لبنان كل شهر، وبرجع بأكد مش من مصاري مصرف لبنان، هودي من مصاري وزارة المالية، هو فقط يبدلها بالسوق لدولار على متر 75 و83. يعني ببساطة بحب طمن الناس عشان موضوع سعر الصرف كون واقعيين. اليوم طالما الكتلة النقدية بالليرة ما عم بتزيد، طالما مصرف لبنان ما عم يطبع ليرة وعامل فريزنج للكتلة النقدية بين 58 ألف مليار ل 60 ألف مليار بالسوق، يعني بمبلغ حوالي 700 مليون دولار بيقدر يشتري كل الكتلة النقدية، بينما هو زادوا احتياطاته 2 مليار آخر سنة. يعني عنده قدرة، بس بده مصرف لبنان يتدخل ويخفف سعر الصرف، فبالتالي ما في خوف ابدا على سعر الصرف حاليا. اي متى بنحس انه الخطر بلش والمصرف المركزي بيصير بيقولوا انا لازم اتدخل وبلش انا اطبع الليره اللبنانيه؟ وفي حال طبعنا الليره اللبنانيه اليوم التضخم اكيد رح يصير اكبر بكثير. صح، لوين بنروح؟ انا باكد لك انه مصرف لبنان ما رح يطبع الليره اللبنانيه، لانه ما في حاجه ابدا. وفقا لسياسه الماني مانجمنت اللي متبعها مصرف لبنان بالتنسيق بين المصرف المركزي بوزاره الماليه على ضبط الكتله النقديه وسحب الكتله النقديه من قبل الحكومه اللبنانيه ووزاره المال عبر الرسوم والضرائب. احنا عندنا في شركات اليوم تدفع ضرائب ورسوم بالليرة اللبنانية، إذا عم تنسحب الكتلة النقدية من السوق، فمن هيدي الناحية ما في خوف، لأنه ما في أي حاجة لطباعة الليرة. كل الكتلة النقدية اللي بحد الأقصى عم توصل لستين ألف هي كافية للسوق. وشيء أساسي لازم نذكره نحن، ليه بدي يضخ دولار مصرف لبنان إذا أحا عم فوت لعنا بالشهر حوالات من برا بين 500 إلى 550 مليون دولار؟ في حال توقفت هيدي الحوالات اليوم، وفي حال أيضا سؤال آخر دكتور، اليوم قلنا أنه عم يجي
بتجيب هيدي المصاري هالاموال من وزاره الماليه بالليره اللبنانيه. في حال اليوم لا سمح الله توقف هيدا المصدر التمويل من وزاره الماليه وما بقى عندنا ما بيقدر يتوقف خي، بس اكد لشغلي احنا جايين على حرب ما بنعرف ابعادها لوين، يعني عم نقول لا سمح الله حتى لو طالت الحرب، حتى لو شو ما صار سعر الصرف لفترة طويلة ممكن يضل مستقر. هلأ إذا بتيجي صار في حرب كبرى وقعدنا سنوات بالحرب هذا موضوع آخر، لكن بالواقع الحالي ما في أي خوف. ليه؟ الدولة بحساب 36، حكومة بحساب 36 عندها 500 مليون دولار فريش دولار، وعندها ليرات بيتقرشوا بحوالي 2 مليار، يعني في عندها ليرة بحساباتها، بيقدر مصرف لبنان ياخذ من هيدي الليرات ويحول لها اياهم لدولار اذا بده يقبض الرواتب. بالعكس ما في اي مشكله من هيدي الناحيه. والاساس اليوم انت في كميه دولار كتير عاليه، حشرح للناس ليه. قلت لك بين 500 ل 550 مليون دولار عم بفوت من برا هيدا الشهر بالتحديد، لانه في حرب زادت التحويلات بنسبه بين 20 ل 25%، يعني الرقم ممكن يوصل ل 700 مليون دولار. زاد مصرف لبنان ضخ 200 مليون دولار زياده للتعميم، واصلا هو كان يضخ 100 مليون هو المصارف. وايضا في عندك الرواتب، هذا رقم بيوصل حوالي لمليار دولار شهريا عم بيكون موجود بالسوق. اذا الحاجه للدولار منا كتير كبيره بهيدي المرحله، يعني فبالتالي الدولار متوفر. وما ننسى كمان اللي نزحوا من اماكنهم لاماكن تاني عم يدفعوا الاجارات اليوم، شو عم يدفعوها؟ بالدولار، واقل الاجار عم بيكون 1500 دولار، فبالتالي كمان الدولار عم بيكون متوفر اكثر. والناس اليوم هي عندها مدخرات، فظهرت معها مدخراتها وعم تصرفها ايضا بهيدي المرحله بالسوق. انا اللي بدي احب طمن له، وفقا لكل المعطيات الموجوده هلا حاليا المصرف المركزي لديه كل القدره انه يسيطر على الكتله النقديه بالليره بالسوق وقت الحاجه. الى متى؟ الى 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 الى, إلى امد طويل جدا، يعني ما في مشكله. عم نحكي سنه سنتين، ممكن سنه اثنين ثلاثه، ما في مشكله ابدا بهذا الموضوع. اي شيء من الاحتياطي اللي هو ابدا اليوم مصرف لبنان لن يستعمل احتياط اللي هو عائد للودائع، هو عم يستعمل هو 2 مليار اللي اخذهم جديد من السوق، وعم يعطيهم اصلا لمين؟ عم يعطيهم للمودعين. لما عم بضخ دولار عم بضخه تحت عنوان شو؟ زياده التعميم، زياده المستفيدين من التعميم، يعني ما عم يمول الدوله بهذه الدولارات لنقول هو خساره. بالعكس اصلا واجب المصرف المركزي اليوم يرد اموال المودعين طالما هذه الاحتياطات هي تعود لهود المودعين. نعم دكتور، اليوم سؤال كمان عن التعميم 166 و158 يلي صار عليهم تعديل. اليوم في ناس سالتنا في هل صحيح انه احد التعميم بيسمح للمودعين بسحب اكثر من مره بالشهر من ودائعهم؟ لا، او التعميم هي مره واحده. اليوم هو التعميم 158، ناس بتاخذ 300 دولار بالشهر وناس 400 دولار، وال166 بخوله ياخذ 150 دولار بالدولار، وهو التعميمين تلقائيا لحالهم بدخلوا بين 100 ل 110 مليون دولار شهريا على السوق. نعم. ما عم يدفعوا للمودعين. بالعكس نحن لازم نشجع المصرف المركزي اليوم شو ما عنده موجودات اليوم بهذه الازمه يعطيها للوجهه الصحيحه. نحن بنشجعه كمان اللي هي المودعين يساهم انه اكثر كمان ترجع كل اموال المودعين، لانه اليوم كمان بفتره الحرب يعني هن بحاجه للليره. خلينا نكون شفافين استاذي رنا، خلينا نكون شفاف اليوم مع الناس. مصرف لبنان اكيد لحاله ما في حل ازمه 86 مليار دولار، هو عنده 10 مليار و500 مليون. نحن بندعي اليوم يعلي، اذا عنده قدره يعلي نسبه السحبات مثل ما عمل لازم يعمل هذا الشيء. بالعكس كل ما مصرف لبنان اليوم ضخ هذه السيول اللي عنده واعطاها ضمن تعميم المودعين هو يقوم بالفعل الصحيح، عم برد الاموال لاصحابها وبنفس الوقت عم بيعلي الكتله النقديه بالدولار بالسوق، فبالتالي عم بحافظ على الاستقرار النقدي. شكرا لك دكتور محمود. اذا يعني روان مثل ما استمعنا الى الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي كان عم بيقول في استحاله بهذا الوقت لتغير سعر صرف الليرة أو يعني ارتفاع سعر الدولار بالفترة المقبلة، على أمل أنه فعلا هيدي تكون الحقيقة، لأنه نحن مثل ما قلنا يعني الوضع بالحرب عم بيكون وضع كتير مزري، والمواطنين وخاصة المودعين يلي أموالهم بالمصارف خايفين كتير على أنه ما يقدروا يرجعوا يستردوها أو على الأقل جزء قليل منها. إذا طمننا دكتور محمود إلى أنه ليس هناك ارتفاع بسعر صرف الدولار بالفترة المقبلة. شكرا لك رنا، وتحية لك وللدكتور محمود. دكتور علي، يعني الكثير من المواقف اللي عم يمرق فيها اللبناني للأسف عم بتزيد على عاتقه كثير من الهم والضغط، وكمان في محاولات كثير للفتن بين اللبنانيين، ولكن الحمد لله هيدي المواضيع كلنا عم نتخطيها يمكن إنسانيتنا ووطنيتنا ووقوفنا حد بعض بعز المحن حتى ولو كان في اختلافات سياسية. هل برأيك اليوم تحديداً أمريكا، لأنه اللاعب الأساسي بهذا المشهد الدولي،
هل أمريكا تريد أن تستثمر في هذا التباعد إذا في حال نجح الإسرائيلي أنه يخلقوا ما بين اللبنانيين من أجل الضغط باتجاه قرار دولي جديد يمكن على حساب مكون لبناني، أم نحن بمأمن عن هذا الموضوع؟ ما بعتقد نحن بمأمن، بمعنى أنه الأمريكي دائما كان يستثمر في هذه الأماكن، وحكينا عن بعض القرارات اللي صدرت بالمراحل السابقة وخاصة قبيل وبفترة وبعد استشهاد الرئيس الحريري، كان عندنا نوع من المحطات العلاقة بالواقع الدولي والقرارات اللي صدرت. ولكن نرجع بنقول أنه هذا القرار كيف يمكن الأمريكي أن يفرضه ويفرض تطبيقه؟ وكنا نسمع دائما نحن مسألة إمكانية إرسال قوات متعددة الجنسية بالمراحل السابقة لضبط الحدود وتحت فصل مسألة السابع، مسألة استخدام الفصل السابع ومحاولة فرض على لبنان آليات معينة. نعم. الميزة كانت يعني أنه لبنان بجانب الكيان الإسرائيلي، هذا العامل على الرغم من سلبياته، ولكن بهذا المحل كان لبنان حينما يمكن أن يتعرض لهذا النوع من الضغوط أو يروح على الإكستريم الأمريكاني بمشاريعه يوجع ممكن إسرائيل، يروح على إيلام إسرائيل. نعم. اللي هو هلأ نحن بهاي الفترة يعني عم نعيش هيدي المرحلة مع هيدا العدو. بعتقد مسألة نحن متألمين صحيح، ولكن هناك إيلام كبير. وكمان اللي بدنا نقوله للناس، لللبنانيين وللعرب بشكل عام وللمسلمين اللي عم يرصدوا هيدا المشهد المتعلق بهيدي الحرب، بال2006 قدر لبنان خلق نوع من المعادلة، معادلة ردعية. نعم. وكانت المعركة فقط بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي. بعد هيدي المعادلة صار عندنا تحقيق في نوغراد، وصار في عندنا نوع من المحاكمات بالداخل الإسرائيلي، وصار في عندنا سقوط لحكومات، ووصلنا لبالسنتين الماضيتين قبل 27 الكيان الإسرائيلي عبارة عن دولة هشة، الاستثمارات خرجت منها بنسب كتير كبيرة، هناك هجرة معاكسة بنسبة كتير عالية، هناك خلافات حادة بين مكونات السلطة السياسية اللي خلتهم ما يعود عندهم إمكانية أنهم ينجوا حكومة وتستقر خلال فترة الانتخابات، فعملوا كذا انتخابات مبكرة، وكان فيها هناك ائتلافات لم تركب فيها صورة البازل السياسي بداخل الكيان الإسرائيلي، وبالتالي كان عندهم مشكلة سياسية. وقبل فترة بسيطة من 27 كان عندنا خلاف مع السلطة القضائية، وكان في عندنا قرارات إلى علاقة بإلغاء سلطة السلطة القضائية بتحديد مصير الدولة وهويتها، وكان في صراع كتير كبير وشهدنا تظاهرات كبيرة بالشوارع. طيب اليوم نحن عم نحكي 2006 معادلة بسيطة، وكان استهداف لبنان لداخل الكيان الإسرائيلي محدود وصغير، وأنتج هذه المفاعيل على مستوى إسرائيل. اليوم بعد ما تعرضت له من ضربة تتعلق بالأمن القومي وببنية الدولة الإسرائيلية وبالتركيبة الاجتماعية والخلافات اللي عم نشهدها اليوم، يعني حتى كان في عنا حديث بهاليومين عن نوع من التمرد من قبل عسكر وضباط على القرارات المتعلقة بجبهة الشمال. نعم. نوع من أزمة يعني استقدام عسكر أو يعني محاولة جذب اليهود المتدينين الحريديم للدخول إلى الجيش والقتال. نعم. وهم يرفضون ذلك. الانقسامات اللي موجودة على كل المستوى الاجتماعي الطبقية اللي كانت موجودة، يعني اليوم في تقارير بتقول انه 73% من الاسرائيليين، وهي تقارير صادرة عن مراكز دراسات وابحاث بداخل الكيان الاسرائيلي، 73% من الاسرائيليين يشعرون بالاحباط رغم الانجازات اللي بيعتبر حرب نتنياهو عملها خلال الفترة الماضية خاصة بلبنان. ايضا 23% في دراسة بتقول 23% من الاسرائيليين قرروا الرحيل بشكل نهائي، فبالتالي نحن مستقبل بس من بعد اغتيال سماحة السيد شفنا كمان جو إسرائيلي داخل إسرائيل يدعم هذه الحكومة للمضي بهذه الحرب. أنا عم بعطيك هيدي الأرقام هلأ خلال الأسبوع الماضي، هي أرقام جديدة ما تتحدثين عنه يتعلق بالمشهد السياسي. نعم. يعني مسألة ما حققه نتنياهو يعطي نوع من الزخم العام، حالة عامة وفورة، ولكن عمليا هذا الزخم كله سوا رجع مباشرة تم امتصاصه من خلال دور المقاومة بالجبهة البرية. نعم. وبالتالي يعني هذا النصر بين المزوجين اللي حققه الكيان الإسرائيلي انتهت مفاعيله عند الحدود البرية مع جنوب لبنان. فهذا كان شيء مرحلة، شيء مؤقت وشيء عام، ولكن اليوم إذا بدنا نقرأ القراءة العميقة للمجتمع الإسرائيلي، للتركيب الاقتصادية، للتركيب السياسية، للتركيب العسكرية، لا، هذا الكيان بعد هذه الحرب رايح على محل في مشكلة كتير كبيرة، وإن شاء الله إذا بقينا عايشين منذكر بعضنا بمراحل تالي كيف حيكون المشهد الإسرائيلي بعد هذه المعركة. طيب كيف تقرأ أو يعني نظرة العلاقات الدولية وتنسيق هذه العلاقات بين الدول والقوانين اللي ترعى العلاقات بين الدول، كيف ترى تمرد إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بما يخص الحفاظ على أمن وسلامة اليونيفر؟ لأنه يعني شفنا بالأسبوع الماضي حدة
بإسرائيلية في مقابل التعاطي مع اليونيفيل وصلابة من اليونيفيل للبقاء في هذه الأرض وللدفاع عن هذه الأرض وللقيام بمهامهم. اليوم كيف تقرأ هذا المشهد؟ يعني الأسوأ من هذا الموقف باستهداف اليونيفيل هو مسألة أنه إعلان أمين عام الأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل. نعم. يعني من يمثل هذه المنظمة أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه، فبالتالي هذا نوع من الرفض لدور هذه المنظمة بالمستوى العام. أساساً الكيان الإسرائيلي منذ نشأته حتى اليوم هو يحاول أن يستفيد فقط دعائياً ويشرعن وضعه بالمجتمع الدولي من خلال المنظمة الدولية، أما غير ذلك هو لم يطبق أي من القرارات التي صدرت. مسألة اليونيفيل هي تأتي في سياق هذه المعركة، ونحن إذا بدنا نشوف المشهد الدولي اليوم، يعني نحن من بداية الحرب لهلأ المشهد هو مقسم لثلاث محاور. عندنا السياسة الدولية اللي بين عن مصالح القوة اللي تقود أمريكا اليوم في هذه المعركة وجمدت كل القوى الأخرى. يعني اليوم وين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ وين الاتحاد الأفريقي؟ وين الجامعة العربية؟ وين مجلس التعاون لدول الخليج؟ وين الأمم المتحدة؟ وين مجموعة 77؟ وين هاي المنظمات كلها سوا اللي موجودة منذ بداية الحرب حتى الآن رغم المجازر؟ يعني أكثر من 41 ألف شهيد بفلسطين وأكثر من 100 ألف جريح وتدمير 60% قطاع غزة. الأمم المتحدة مش عم تقدر تعمل شيء، بدك تقدر. الأمم المتحدة يعني منظمة معنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، ما قدرت تحفظ السلم والأمن الدوليين، بس على الأقل الشأن الإنساني إسلاميا وعربيا وأوروبيا حتى، لأنه هن بيتزرعوا بالقيم وحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة والحد الأدنى من مقومات الحياة. لا، ما هو مش بس غوتيريش اللي هو كمان منبوذ إسرائيليا، ما حتى جوزيف بوريل هو كمان. بالتأكيد نحن نتحدث يعني عن الموقف الإسرائيلي من التنظيم الدولي. يعني نحن بالسياسة الدولية أمريكا اليوم تدير هذه المعركة بشكل كامل وهي تغطي إسرائيل، يعني هي جزء من هذه المعركة، لذلك إسرائيل مرتاحة على وضعها وأخذ غطاء كامل أمريكي وجزء من الشراكة في هذه المعركة مع الأمريكي. وهذا ينقلنا إلى تجميد مفاعيل القانون الدولي ككل وتجميد مفاعيل التنظيم الدولي ككل. يعني اليوم كل هذه المجازر كنا نشهد بالسابق محكمة للبنان ومحكمة للسودان ومحكمة لليبيا ومحكمة لما بعرف وين، وأي شخصية أمريكا بتريد أن تحكمها أو تضغط على البلد أو تعمل حصار اقتصادي أو تطوعه سياسيا بتروح على مجلس الأمن تنشئ محكمة أو تستخدم محكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. اليوم منعت أي طرف يعني من أن يقدم، كان في عنا تجربة جنوب أفريقيا تخذ القرار، كان في عنا نوع من القرارات اللي هي تعتبر إداني بحق الكيان الإسرائيلي وهذا شيء كتير مهم، ولكن تنفيذيا على الأرض تعطل بمجلس الأمن. نعم. الأمريكي منع أي آليات، فلذلك الإسرائيلي اليوم ليس بقوته هو يعطل فعالية الأمم المتحدة أو يعطل فعالية المجتمع الدولي، بقوة أمريكا، بالقوة الأمريكية. نعم. وهيدا اللي عم يتعطل كمان بخصوص مشاريع وقف إطلاق النار، يعني عم نشوف هناك جهد كبير فرنسي وحتى الحكومة اللبنانية يعني قالت بدها تتقدم بطلب إلى مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار، ولكن أيضا رئيس الحكومة قال أنه نحن عم نحضر أرضية ونحكي مع هذه الدول. صحيح. لأنه نعرفين إذا في حال أمريكا رفعت ما في إمكانية نعمل أي شيء. صحيح. طيب بس اليوم أمريكا يعني هل لها المصلحة باستمرار هذه الحرب وخصوصا أنه هني على أبواب انتخابات أمريكية وحتى كمان يعني مش بس في جالية يهودية بأمريكا، في جالية عربية وهناك تصاعد كتير كبير بالخطاب العربي وتحديدا اللبناني بوجه هذه الإدارة الأمريكية اللي بتعتبرها أنه هذه الإدارة مجرمة كمان ومتواطئة على الشعب اللبناني، ما يعني ما بينحطوا بالحسبان يعني هذه الأصوات العربية؟ بعتقد الأمريكي بيشتغل استراتيجية إلى علاقة بالميديا وبالإعلام وبالدعاية وبالمناظرات، وهو يقتنص الفرصة لتحديد الهدف من الاستفادة من مسألة وقف إطلاق النار في الانتخابات الأمريكية. والواضح بأنه اليوم الأمريكي بدأ خطابه يروح بهذا الاتجاه، يعني امبارح بعد اغتيال سنوار بايدن أعلن أنه الآن هناك إمكانية لإنهاء هذه الحرب. بس كمان بدنا نميز هون بين مستويين، مستوى إنهاء الحرب كحرب بالمنطقة بظل الصراع اللي حكينا عنه واللي وصفناه بالبعد الإقليمي والدولي، هذا ما بينتهي هلأ، هذا مستمر وطويل إلى أن تحصل تسوية كبرى في المنطقة. عم نحكي على وقف إطلاق النار حالياً، في هامش قبيل الانتخابات الأمريكية أن يحصل وقف مؤقت لإطلاق النار للاستفادة والاستثمار باللي تفضلت فيه بمسألة جذب أصوات العرب والمسلمين للاستفادة منهم، ولكن لا ينهي الحرب بشكل كامل. بما أنك حكيت عن الجنائية الدولية وعدم الجدوى في انتهاج القانون الدولي بوجه إسرائيل تحديدا، خليني استقبل أنا وياك دكتور أنطوان صفير عبر تقنية زوم. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني عم نشوف الكثير من الجرائم ضد الإنسانية، عم نشوف
اقتلاع مناطق من عليا يعني كلها عم بيتم تدميرها وأيضا تفخيخها. اليوم ماذا يقول القانون الدولي وكيف يجب على الحكومة اللبنانية وعلى المستوى الرسمي اللبناني التصرف بوجه هذا الإجرام الإسرائيلي؟ تحياتي إليك لضيفك الكريم وللمشاهدين. موضوع الجرائم ذات الطابع الدولي موضوع أساسي مش من اليوم، من عشرات السنوات في لبنان، لأنه ارتكبت على الأرض اللبنانية كل الموبقات إذا جاز التعبير خلال كل الفترات اللي عايشها لبنان بتاريخه الحديث. الموضوع يتعلق بجرائم اليوم المحكمة الجنائية الدولية اللي أنشئت بموجب اتفاقية روما بال 1998 تحدثت أو عطيوها صلاحية بأربع جرائم أساسية. أولاً جرائم العدوان، جرائم الإبادة، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واللي هي كلها تجي مع بعضها يعني بإطار الجريمة الوحدة ممكن تتطبق عليها يعني معايير من جريمة أو أكثر من الجرائم اللي تحدثت عنها. للأسف لبنان من موقع يعني بشكل تام، أي لم يبرم اتفاقية روما أمام المحكمة اللي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا لا يغني أنه أي تعرض للمدنيين بالمعنى الشامل للكلمة ينزل منزلة الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو جرائم الإبادة حسب منطوق العمل الجرمي المرتكب. لذلك هون بدنا نوضح بشكل أساسي بروتوكولات جنيف وفيينا حتى بزمن الحروب الكبرى بين جيوش نظامية أو بين جيوش وقوى غير نظامية أو مع ميليشيات أو مع منظمات أو أحزاب تطبق عليها بروتوكولات جنيف التي تتعلق بالحرب ضد المدنيين. ومين المدني هون بهذا الموضوع؟ هو كل شخص لا يحمل السلاح وغير قادر على دفاع عن نفسه أو ما له علاقة بالموضوع. يعني حتى المقاتل عندما يترك سلاحه أو ينزع منه سلاحه يصبح بمثابة المدني ويجب أن يعامل معاملة أسرى الحرب إذا كان هو من الجهة المعادية وتطبق عليه القوانين الدولية الإنسانية، يعني في حماية من قبل المجتمع الدولي والقوانين الدولية لكل ما هو مدني. أما ما يتعلق بضرب البنى التحتية المدنية فهذا موضوع أيضا ينزل منزلة الجرائم التي تحدثت عنها، وبالتالي الموضوع يؤخذ من باب علمي غير سياسي وغير يعني ما له علاقة بموقفنا من اللي عم بيحصل، لأنه موضوع التعدي على المدنيين بال يعني إذا كان بموضوع عدوان أو موضوع حرب أو إبادة فالنتيجة نفسها. نعم، بس ما بتقدر الحكومة اللبنانية تتقدم بشكوى مثلا على لجهة قانونية معينة من بعد هذه الجريمة اللي صارت، وتحديدا أنا عم بحكي عن محو ضيعة بكاملة اللي هي محيبيب، وشفنا على مرأة جنود العدو الإسرائيلي كيف عم بيتم تفجيرها. هيدي الحادثة تحديدا ألا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تتقدم بأي شكوى وأمام أي جهة؟ الحكومة اللبنانية تستطيع القيام ب الكثير من الخطوات القانونية الدولية. أولا لدى خلينا نقول الهيئة التنفيذية إذا جاز التعبير للأمم المتحدة اللي هو مجلس الأمن الدولي. هلأ بيقولوا أنه في فيتو، هذا موضوع آخر، ولكن عندما يتقدم مثل أي طرف بلبنان أو بغيره عم بيتقدم بدعوة إذا كان عارف سلف أنه ممكن الدعوة تمشي أو فيها عوائق هذا ما بيغنيه أنه يشكل ملف والملف يكون فيه إثباتات وما يكون الملف مع ملف صوتي، هيكون ملف consistent يعني في إثباتات في براهين وفي وقائع وفي صور وفي فيديوهات وفي ما تقوله وسائل الإعلام أو وسائل التواصل من أشياء يمكن أن تدعم هذا الملف أمام مجلس الأمن الدولي. هذا من جهة. من جهة تانية
ممكن للبنان وإن لم يكن موقعاً على اتفاقية روما بشكل مبرم، لأنه ليه عم بقول بشكل مبرم؟ لأنه لم تبرم هذه الاتفاقية، مع أنه لبنان كان من الموقعين بالأساس يعني، ولكن ما صارت ضمن المنظومة القانونية اللبنانية مثل كثير من القضايا والاتفاقات والبروتوكولات اللي لازم تدخل ضمن سياق المنظومة القانونية اللبنانية. نعم. إن شاء الله بالعهد الجديد بعد ما تنتهي الحروب ونصير بدولة تشبه حالة وتشبه الناس اللي بيحلموا فيها. هلأ بالمقابل فيها كمان تتقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مش بشكوى بالمعنى المتعارف عليه، إنما كأن أخبار إذا بدنا نقول إلى المدعي العام أمام هذه المحكمة لكي يتخذ موقف من هذا الموضوع أو إجراء معين أو أن يقوم بتقصي الحقائق بواسطة لجنة أو بلجنة تحقيق أو غيره. هلأ هل بتوصل لنتيجة عملية؟ هذا من باب الضغط وليس من باب الوصول إلى حل حاسم، لأنه نحن شفنا أنه وقت اغتيال الرئيس الحريري رحنا إلى محكمة خاصة، وبالتالي كان من المفترض أنه يكون في توسع بهذا الموضوع لجهة شو دور لبنان وعمله ومصلحته، خليني أقول مستقبلاً مع المحكمة الجنائية الدولية، لأنه هيدا بلد خليني أقول يمكن مساحته صغيرة لو أنه كبير بكثير من النجاحات اللي عملوها أبنائه في لبنان والخارج، ولكن هو بحاجة أن يكون ضمن منظومة الشرعية الدولية، حتى لو كانت الشرعية الدولية في بعض الأحيان منع عجبته أو ما بتأمن العدالة المطلقة، بس هذا لا يعني أن يكون لبنان خارج الاتفاقيات، يكون داخلها يناضل من داخلها تيكون موجود. ثالث إطار هو محكمة العدل الدولية اللي بيترأسها اليوم يعني شخص لبناني هو شخصية عالمية يعني القاضي نواف سلام، واللي أخذت موقف مما حصل في غزة على صعيد توصيف المواضيع. هلا محكمة العدل الدولية ما بتقدر تأخذ قرارات زجرية يعني قرارات بحق أشخاص، لأنه هي تختص بالإجراءات العامة التي تتعلق بدول أو بمنظمات دولية وتتعلق بالأضرار أو تحديد خسائر معينة وبالتالي العطل والضرر. يعني في كتير أمور مفروض أنه تنعمل في اتجاه الدفاع عن المدنيين، هذا خارج إطار أي موقف سياسي أي موقف يتعلق بالحرب الحاصلة، لأنه الموضوع هون يتخطى وقت نوصل للإنسان المدني، هذا الشيء بيتخطى الواقع. يعني يجب على الدولة اللبنانية الرسمية أن تقوم بدور الأساسي اللي هو توثيق الإجرام الإسرائيلي ووضعه في هذه المنظمات الدولية لكي يكون على مر التاريخ شاهد على هذا الإجرام، حتى ولو كانت إسرائيل محمية بغطاء أمريكي ودولي ومتفلت من كل القيود الدولية والقانونية. شكرا لك دكتور أنطوان على هذه المداخلة، أكيد رح نرجع يكون في إطلالات أخرى والإطالة في هذا المشهد القانوني، ولكن سأنتقل إلى زميلنا محمد فرحات وهذه الوقفة اليومية للقراءة الميدانية لأحداث اليوم العسكرية، إن كان من الجانب اللبناني وإن كان من جانب المستوطنات الإسرائيلية وكل هذا الاشتباك الذي يسجل خلال هذه الأيام. لا لك محمد تفضل. تحية لك رواند ولجميع المشاهدين. بالفعل في هذه الوقفة اليومية سنستعرض الأحداث التي شهدتها الساعات 24 ساعة الماضية، خصوصا على الحدود اللبنانية الفلسطينية، إن كان لجهة عمليات المقاومة باتجاه الأراضي المحتلة أو حتى باتجاه التصدي والاشتباك على طول الشريط الحدودي وصولا إلى الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية اللبنانية.
نذهب كما جرت العادة إلى الخريطة لتوضيح المشهد، حيث نبدأ من أقصى القطاع الغربي أي من منطقة اللبونة والنقورة. يمكن أن نتحدث أن المقاومة أعلنت في هذا اليوم عن استهداف تجمع أو استهداف موقع رأس النقورة البحري التابع للعدو الإسرائيلي بصلية صاروخية، وهو أقرب المواقع العسكرية الإسرائيلية للبحر من اتجاه أقصى القطاع الغربي في بلدة النقورة. نكمل طريقنا باتجاه كما جرت العادة بلدات عيتا الشعب رامية، والجديد في هذا اليوم بلدة رميش. في هذه البلدات نحن نتحدث عن استمرار الغارات وبشكل مكثف على بلدات عيتا أو بلدتي عيتا الشعب ورامية، حيث يعني أغارت الطائرات الحربية المعادية طوال الساعات الماضية باتجاه هذه البلدة، علما أنه يمكن أن نتحدث أن آليتين عسكريتين إسرائيليتين كانتا قد توغلتا باتجاه الطريق الذي يربط رميش بعيتا الشعب. حتى هذه اللحظة من غير الواضح الطريق التي سلكتها هذه الآليات باتجاه الطريق. هل المرجح بحسب يعني ما قرأناه من الفيديو المنتشر الذي انتشر أن الطريق الذي سلكه هو الطريق الفرعية التي تربط عيتا من التل العليا حيث خزان المياه، وتوجهت نزولا باتجاه عيتا الشعب، خصوصا أن سحب الدخان كانت ترتفع من داخل بلدة عيتا الشعب، ما يؤكد أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي كان مستمرا على هذه البلدة. ثم يمكن أن نؤكد بأن هذه الآليات كانت قد انسحبت من هذا الطريق وعادت بأدراجها أو عادت بطريقها إلى محيط بلدة عيتا الشعب. اللافت في يوم أمس أن المقاومة كانت قد أعلنت عن استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في وادي أطمون، وهو المساحة الحرجية. إذا أردنا أن نظهر هذه المساحة الحرجية التي تقع بين بلدتي رميش والخط الأزرق، تحديدا الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة. هذا الوادي هو النقطة الحرجية النهائية باتجاه الأراضي المحتلة، حيث أطلقت رشقات صاروخية باتجاه تلك المنطقة. أيضا قبل أن ننتقل إلى الداخل أو إلى القطاع الأوسط، اللافت أن اليوم العدو الإسرائيلي كان قد نشر تهديدا أو تحذيرا جديدا لبلدات القطاع الغربي، وهي البلدات التي تمتد على طول الشريط الحدودي، إن كان النقورة علم الشعب يارين البستان مروحين الأوزة حرامية، وصولا إلى الداخل في القطاع الغربي إن كنا نتحدث عن طائر حرفة مجدلزون وغيرها من البلدات الواقعة في محيط الشريط الحدودي. إذن هذا بالنسبة للقطاع الغربي. في مارون الراس يوم أمس أيضا كانت المقاومة قد أعلنت في ساعات المساء عن استهدافها لتجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة جل الدير، وهي منطقة واقعة بين بلدتي أو بين بلدة مارون الراس ومستوطنة أفيفيم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. هناك كانت المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه دبابات إسرائيلية كانت متواجدة في محيط مارون الراس، ما أدى إلى تدميرها. نكمل أيضا باتجاه بلدات القطاع الشرقي. تركزت عمليات المقاومة في هذا النهار في بلدة كفركلة. هناك المقاومة كانت قد رصدت تحركات مختلفة في أوقات مختلفة لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة كفركلة. نحن نتحدث عن المنطقة الواقعة بين بلدتي كفركلة والعديسة، تم استهدافها بالأسلحة المناسبة إن كان بالقذائف المدفعية أو حتى بالأسلحة الصاروخية. منذ بعض الوقت كانت المقاومة قد أعلنت أيضا عن استهدافها للتجمعات للعدو الإسرائيلي عند أبوع مدينة كفركلة، وهي المنطقة الواقعة بالقرب من نقطة ثابتة لليونيفل في بلدة كفركلة، وهي إلى جهة بلدة العديسة. اللافت في هذا اليوم أن العدو الإسرائيلي كان يغير بشكل مكثف على المناطق الواقعة في محيط كفركلة والعديسة، أو تحديدا في محيط مجرى نهر الليطاني، لسيما باتجاه
الطيبة. أيضا منذ بعض الوقت شنت الطائرات الحربية غارة باتجاه بلدة الأنطرة، وهي البلدة التي تفصل ما بين الطيبة ووادي الحجير، ورأينا سحب الدخان وهي ترتفع من تلك البلدة، وبالتالي العدو الإسرائيلي كان يسعى بشكل أو بآخر إلى يعني إلحاق أكبر ضرر أضرار ممكنة بهذه البلدات المحيطة ببلدات الشريط الحدودي، علما أن هذا الأمر كان قد تكرر على سبيل المثال أيضا في مجدل سلم وخربة سلم وغيرها من البلدات عند الحافة الخلفية من الحدود مع فلسطين المحتلة. أيضا في هذا اليوم كان العدو الإسرائيلي يغير بطائراته الحربية على المنطقة الواقعة بين بلدتي الخيام وإبليس سائي، حيث استهدف أحد المباني في تلك المنطقة الحرجية، وكذلك استهدف بصاروخ آخر أحراش وسهول الزيتون في تلك المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في مدينة أو عند أطراف مدينة الخيام باتجاه إبل السائي. في أقصى القطاع الشرقي نحن نتحدث عن استمرار القصف المدفعي المتقطع باتجاه بلدة شبعة، حيث رصدنا وبشكل واضح طيلة هذا النهار سلسلة من القذائف المدفعية التي تم إطلاقها باتجاه بلدة شبعة، وكانت أصوات الانفجارات إضافة إلى سحب الدخان ترتفع من هذه البلدة، خصوصا الأطراف الشمالية والأطراف الشرقية لهذه البلدة باتجاه المناطق القريبة من موقع الرادار وحتى القريبة من بركة النار. وهناك رصدنا أيضا بمحيط موقع الرادار تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية، وبحسب المعطيات أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى إصابة أحد المواطنين، علما أن شبعة نحن نتحدث عن عائلتين تقريبا رفضتا الخروج من شبعة خلال الأيام الماضية بعد دخول الصليب الأحمر وفرق الصليب الأحمر باتجاه البلدة لإخلائها وإجلاء العائلات منها. هذا بالنسبة للشريط الحدودي. أكيد في هذا اليوم استمرت الغارات الإسرائيلية باتجاه الداخل الجنوبي، إن كان في قضاء صور أو حتى في قضاء النبطية، العديد من البلدات تم استهدافها في هذين القضاءين، وأيضا أدت بعض هذه الغارات إلى سقوط شهداء وجرحى في قضاء النبطية تحديدا، وأيضا في عدد من البلدات في قضاء صور. طبعا الغارات مستمرة وأن بشكل متقطع على هذه القرى في الداخل الجنوبي. بالنسبة لعمليات المقاومة باتجاه الأراضي المحتلة، رشقات صاروخية متتالية تم إطلاقها باتجاه الأراضي المحتلة على مناطق مختلفة. نحن نتحدث عن استمرار في إطلاق هذه الصواريخ، إن كان باتجاه إصبع الجليل أي في كريات شمونة ومحيطها، استمرت ودوت صفارات الانذار مرات عدة في كريات شمونة ومحيطها في كفر جلعادي والمطلة وأيضا في مرجليوت، وصولا إلى المواقع المقابلة لبلدة العديس في مسكف عام، وكنا قد شاهدنا الصواريخ وهي تسقط في هذه المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان. كذلك شنت المقاومة منذ بعض الوقت هجوما جويا بسرب من الطائرات المسيرة باتجاه مدينة صفد، وتحديدا تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد. وأكد بيان المقاومة أن هذه العملية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو الإسرائيلي في مدينة صفد. أيضا باتجاه الداخل المحتل كانت المقاومة تنفذ عملية بالصواريخ وتطلق الصواريخ باتجاه مدينة أو منطقة زوفولون الواقعة في محيط مدينة حيفا، حيث في ساعات الصباح الأولى دوت صفارات الأنذار في حيفا، دوت صفارات الأنذار أيضا مساء يوم أمس في قاعدة رمات ديفيد وأيضا في غيرها من المناطق. وقد أعلنت المقاومة وبشكل رسمي استهداف منطقة زوفولون، وهي المنطقة التي تستهدف تقريبا بشكل متواصل ومتتالي طوال الأيام الماضية، علما أن المقاومة في هذا النهار أيضا كانت قد أعلنت عن استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية وهي ثكنة يواف في الجولان السوري المحتل بالصواريخ.
وكانت قد ضوت صفارات الإنذار أيضا في ميرون في الجليل الغربي. اللافت في هذا النهار أن العدو الإسرائيلي كان قد أعلن بشكل رسمي استدعاء فرقة احتياط جديدة من الجيش باتجاه الحدود الشمالية. العدو لم يسمي هذه الفرقة ولم يحدد النطاق الجغرافي لعملها كما فعل على سبيل المثال مع الفرقة 210 في المسؤول عن العمليات في هضبة أو في اتجاه مزارع شبعة، أو حتى كما يحدث مع الفرقة 91 في القطاع الشرقي وغيرها من الفرق العسكرية. بل يعني ادعى أو زعم بأن عمل هذه الفرقة سيكون يعني محصورا فقط أو في قتال حزب الله ولتحقيق أهداف الحرب بإعادة النازحين وسكان الشمال إلى منازلهم، وبالتالي يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين تم إرسالهم إلى لبنان إلى ما يزيد عن 60,000 مجند أو 60,000 عنصر إسرائيلي في الجيش توجهوا باتجاه الحدود مع لبنان. أيضا بالنسبة لحصيلة أو الحصيلة التي أعلنها العدو الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى الآن، تحدث عن ما يزيد عن 50 جريحا في صفوف الجيش الإسرائيلي سقطوا في الاشتباكات على الجبهة الشمالية مع لبنان. أكيد الجبهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، الجبهة مفتوحة على كافة أنواع الاشتباك. لا يمكن أن ننكر أبدا أن بعض الآليات العسكرية تتقدم باتجاه الأراضي اللبنانية ثم تعود أدراجها باتجاه الأراضي المحتلة. كي لا ننسى أيضا المقاومة أعلنت استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في زرعيت، أي هي المستوطنة الواقعة مقابل بلدة مروحين في القطاع الغربي، وهي من ضمن في غارة في هذه اللحظات. سنحاول قدر الإمكان إظهار صورة هذه الغارة مباشرة على الهواء، وهي تقريبا المنطقة الممتدة اتجاه بلدة بليدة حيث نرى سحب الدخان ترتفع. إذن غارة جديدة في هذه اللحظات في أقصى الصورة يمكن أن نراها الآن، يعني أكيد الضباب يلعب دور في الصورة، ولكن سحب الدخان واضحة من خلال الصورة أنها ترتفع من منطقة في القطاع الأوسط من الحدود، علما أن كل هذه المنطقة طوال الساعات الماضية كانت عرضة لغارات إسرائيلية معادية على امتداد المنطقة الواقعة من الطيب دير سريان والأنطرة وصولا إلى أطراف بلدة حولة. والآن نحن نشاهد غارة جديدة من الطيران الحربي باتجاه إحدى بلدات القطاع الأوسط. أكيد سنتأكد من هذه البلدة، ولكن يمكن أن نشير بشكل أو بآخر إلى أنها المنطقة الممتدة من بلدة يعني من بلدة حولة باتجاه من بلدة ميس الجبل باتجاه حولة أو باتجاه بليدة عفوا، وتلك المناطق في القطاع الأوسط. هذا هو المشهد الآن رواند. هناك أيضا في هذه اللحظات أيضا يبدو أننا إذا تحولنا إلى القطاع الشرقي من الحدود، يبدو أن سحب الدخان ترتفع بشكل واضح من محيط مواقع العدو الإسرائيلي، لسيما موقع ميس كاف عام وغيرها. هذه السحب الدخان أيضا ترتفع الآن من القطاع الشرقي، فأيضا سنحاول أن نتأكد من طبيعة هذه السحب الدخانية التي ترتفع، خصوصا أن أصوات الانفجارات كانت قد سمعت في هذه المنطقة. هذا كل شيء حتى هذه اللحظة رواند. أكيد نحن سنواصل متابعتنا لكل جديد، على أن نكون معكم في رسائل لاحقة. شكرا لك زميلنا محمد فرحات، وأكيد رح نكون معك برسائل عديدة لتطلعنا على آخر المستجدات على صعيد الشريط الحدودي ما بين لبنان وفلسطين المحتلة. دكتور علي، بهمني شوي كمان ركز على الواقع الإيراني، لأن هناك الكثير من الكلام الدولي أيضا، يعني امبارح الرئيس الفرنسي حكي عن أنه إيران
كشفت لبنان واختارت نفسها على حساب لبنان. وفي كمان بعض المصادر للقناة العربية مثلا تقول بأنه كان في الأيام الأخيرة ما قبل اغتيال السنوار كان هناك توتر بالعلاقة ما بين حماس وما بين إيران. ما حقيقة الموقف الإيراني وبالمنطق الدولي، يعني العلاقات الدولية، هل يمكن لإيران أن تتخلى عن مصالحها بالشرق الأوسط على حساب أذرع، لأن بيعتبروها هيدي أذرع عسكرية إيران موجودة بالمنطقة، وبالتالي هل ممكن أن تتنازل بالمنطق العلاقات الدولية إيران عن هذه المنظمات المقاومة؟ جواب بالتأكيد لا، لسبب أساسي. اليوم نحن وقت نحكي عن قوى فعلي بالإقليم أو على المستوى الدولي، عندها شبكة من العلاقات، شبكة من المصالح وأدوات، يعني إذا بدنا نقول تحصين هذه العلاقات وتحصيلها هي عبر هذا النوع من الامتداد. يعني بمعنى إذا بدنا نأخذ الكيان الإسرائيلي ودوره الوظيفي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، في تماهي عضوة، وبالتالي لا يمكن لأمريكا أن تتخلى عن إسرائيل بإدارة الإقليم. وهذا أيضا ينعكس على المقلب الآخر، إيران هي دولة ذات بعد أيديولوجي ديني، نشأت وكان إلى نوع من التمدد على المستوى الإقليمي انطلاقا من دعم حركات المقاومة وحركات التحرر بالمنطقة، وبالتالي صار في تماهي عضوي بينه وبين هذه الحركات. المصلحة الإيرانية ومصلحة هذه الحركات ومصلحة الوجود الإيراني بحد ذاته بمعنى الدور، لأن إيران هي شعاراتها واضحة منذ الثورة حتى الآن، وبالتالي هذا الدور تستمر به انطلاقا من هذا التمدد عبر حركات المقاومة اللي هي حركات أممية تعتبر، يعني مثل ما شهدنا خلال الخمسينات والستينات حركات ثورية العالمية التحررية اللي بمختلف أشكالها سواء كانت عقيدة دينية أو عقيدة وضعية، ولكن هي حركات عالمية تمتد على كل المجالات اللي يمكن أن تكون موجودة فيها وتدعم بعضها البعض. بالتالي إيران الميزة يمكن أنه هذه الحركات الموجودة حاليا هي امتداد إقليمي جغرافي مباشر بمعنى بالمحيط لإقليم الشرق الأوسط، ومسألة دعمها هي ليست مرتبطة بالبعد المصلحي فقط، هي مرتبطة بالبعد الوجودي والدوري لإيران في المنطقة، وبالتالي ما في إمكانية للحديث على أنه إيران قد تتخلى عن هذه الحركة أو تلك من الحركات. إذا بدنا نوصفها بإطار العلاقات الدولية، إيران دولة موجودة عندها دور جيوبوليتيكي خارجي، العوامل المساعدة بهذا الدور هي هذا التمدد أو هذا النوع من التحالف اللي تبلور اليوم بوحدة الساحات. يعني سابقا كيف فينا نقول أنه عليها عضوية مع لبنان بس فقط مع الحزب بلبنان، لا، هذه العلاقة موجودة مع المقاومة بفلسطين، ليس كل الفصائل ولكن موجودة مع فصائل أساسية، مع لبنان، مع اليمن، ومع العراق من خلال بعض الفصائل. وبالتالي المشهد هو إذا بدنا نوصفه بدقة أكثر، كل ما يعني تم تصويره عن الموقف الإيراني وكل ما تمت الكتابة والحديث عنه هو أمر مرتبط بالتحليل للرؤية لهذا الموقف الإيراني بمعنى المشهد. يعني حتى إذا بدنا نوصف بدقة، نكون أكثر دقة بما يتعلق بالموقف الإيراني، نحن بنعرف إيران شو هي كتكوين سياسي، عنا المرشد والحرس الثوري اللي هن نواة الدولة في إيران، وعنا النظام السياسي وباقي المؤسسات. فبالتالي نحن وقت بدنا نشوف الخطاب الإيراني ما بدنا نشوف خطاب السياسي بمعنى الرئيس ووزير الخارجية والهيكلية السياسية اللي هي تتماهى مع المجتمع الدولي وضمن المسار المرتبط بالمحيط الدولي. القرار الفعلي لوجهة إيران واستراتيجياتها تطلقه أو تعبر عنه السلطة السياسية، ولكن يصنعه ويحميه المرشد. فنحن وقت بدنا نشوف إيران بدنا نشوف المرشد. طيب بس كمان إذا بدنا نشوف كمان مصالح إيران مع أمريكا، لأن عم بيصير في مفاوضات، عم بيصير في مفاوضات على النووي، حماية منشآت النووية. اليوم البعض يقول أنه إذا وضعت إيران ميزان مصالحها إن كان مع أمريكا وإن كان مع وجود هذه الفصائل المقاومة بالمنطقة، أكيد رح تكون لحماية، رح تروح لحماية منشآتها النووية عبر هذه المفاوضات مع أمريكا. هذا وبالتالي أمر غير منطقي بالعلاقات الدولية. يعني إيران بس بدها تحمي المنشآت النووية أو تطور المنشآت النووية على حساب دور الجيوبوليتيكي، هذا يعني أنها تدمر المنشآت النووية، لأن إيران وقت بده يتقلص نفوذها وتخرج من 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 اذا بدنا نقول الفعاليه والتمدد تبع حركات المقاومه وتفصل عنا، تبقى ايران معزوله، وبالتالي عزله ايران تضعفها وتمكن الامريكي والاسرائيلي بالتحديد من القيام بضرب المفاعل النووي الايراني، وبتكون خسرت بكل الحالات. اذا بدنا نحكي بالمنطق المصلحي للعلاقات الدوليه حتما مش من مصلحه ايران، والدليل على ذلك ان وقت المقاومه بلبنان تعرضت الى نوع من الاستهداف القاسي نسبيا، جاء الرد الإيراني. الرد الإيراني ما إجا بس فقط على اغتيال إسماعيل هنية، صحيح، على اغتيال السيد هو الرد الأساسي كان، وليس فقط اغتيال السيد، تعرض المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين لهذه الضربات القاسية، وبالتالي رحنا على ريسك إمكانية ضعف هذه الحركات، فبالتالي إجا الرد الإيراني ليدعم ويعاون. قراءة مماطلة الأمريكي
بالحسم. يعني نحن شفنا تأخير بالرد الإيراني، وكمان طلعوا حكيوا الإيرانية أنه نحن عطينا مهلة للأمريكي وعطيناهم مجال ليضغطوا على إسرائيل، ولكن لما اجت ضربة المقاومة عبر اغتيال السيد وعبر اغتيال قادة الرضوان نحن سرعنا هذه العملية. اليوم هذه المماطلة الأمريكية كيف تقرأ بالعلوم العلاقات الدولية؟ هي مش مماطلة أمريكية، هي صار في عنا نوع من تغيير الاستراتيجية. يعني جاءت عملية اغتيال إسماعيل هنية بمرحلة كان الأمريكي مباشرة، مش الإيراني نطر الأمريكي، الأمريكي بعت للإيراني أنه طول بالك هنروح على وقف إطلاق نار، لأنه الإيراني أعلن أنه كان مقابل التمهل هو وقف إطلاق النار، بمعنى وقف الحرب. فبالتالي أنا الثمن لتعطيل مسألة الرد هي وقف إطلاق النار، وبالتالي هذا أمر أساسي يعتبر على مستوى المقاومة بفلسطين وبلبنان وعلى مستوى مشهد الحرب. وقال الإيراني أنه الأمريكي ضللنا وخدعنا، يعني حكي معنا أنه طولوا بالكم، ولكن شفنا تغيير بالاستراتيجية الأمريكية اللي هي عمليا إذا بدنا نوصف اللي صار بعد زيارة بنيامين نتنياهو ما قبل الأخيرة، يعني قبل ذهابه إلى الأمم المتحدة واجتماعاتها، كان عنده زيارة لأمريكا والتقى بالجمهوريين والديمقراطيين، وكان عنده خطاب بالكونغرس، وكان عنده جولة من اللقاءات. بعد منا مباشرة جاءت عملية اغتيال سيد فؤاد شكر، وبعد منا أيضا مباشرة بدأت عمليات الاستهداف للمقاومة بلبنان بشكل مركز. وهذا يعني أنا الإسرائيلي بشخص رئيس وزراء العدو الإسرائيلي قام بوضع استراتيجية مشتركة مع الأمريكي خلال الزيارة الأخيرة إلى أمريكا، وجاء وزود بالسلاح الذي تم به استهداف السيد، وبالتالي هذه الخارطة هي عمليا كسرت الاستراتيجية التي كانت معتمدة والتي كان الإيران يسير وفقها. عندما حصل هذا التطور الدراماتيكي بمسألة استهداف المقاومة على كل المستويات، اتضح للإيراني أنه بدأ الأمريكي والإسرائيلي يشعر بأنه اختلت موازين القوى لمصلحتهم، وسيذهبون باتجاه فرض المعركة والشروط ما بعد المعركة على كل المحور، على قوى المقاومة بالبداية ولاحقا على إيران. والآن استهدفت المقاومة في فلسطين وفي لبنان، وسيتم استهداف إيران مباشرة بعد منا. لذلك بالإطار المصلحي للعلاقات الدولية إيران قامت برد وقائي، بمعنى أنه وقت شفت هذا النوع من التراجع على مستوى حركات المقاومة عملت الخطوة المرتبطة بالرد، وكان الرد نوعي، بمعنى أنه أرسلت 200 صاروخ وصل منهم 80 واستهدفت بعض القواعد العسكرية اللي كانت عم تقولها الإسرائيلي أنه أنا إذا بدك تعتبر المعركة بلشت تنتهي لمصلحتك وتروح على توجيه ضرب لإلي، أنا مستعد يفوت بالمعركة وتكون الحرب إقليمية. لذلك الأمريكي مباشرة بعد الضربة شدنا الخطاب تبعه كيف تغير وتحول. فبناء على المصلحة الإيرانية لا يمكن لإيران أن تتخلى عن حركات المقاومة وتتركها تنكسر بشكل كلي، ولا يمكن لها على الرغم من هذا الخطاب الدبلوماسي، والإيراني حريص على شغلة أساسية، خطابه الدبلوماسي اللي تعبر عنه من خلال موقف الرئيس الإيراني وموقف وزير الخارجية وغيره من النشاطات والحراك، واللي هذا كان عم بيطرح مشروع إيراني مقابل الحرب، أنه نحن ليس فقط دورنا أن نقوم بهذه الحروب ومواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن لدينا نوع من التوجه نحو الشراكة في المنطقة، وكان عنده لقاءات مع القطري ومع السعودي وغيره، كان عنده جولات. فبالتالي هذا نوع من المشروع الإيراني الجديد المختلف، بنفس الوقت الحرب في دايرة، مدوا إيدهم للالتقاء مع الجوار. وأيضا بالمقلب الآخر كمان كان الإيراني عم بيحاول يوصل صورة أنه أنا أعمل وفق الشرعية الدولية، هو ما خرج من إطار الشرعية الدولية وقال أنا لي حق الرد كدولة تم الاعتداء على سيادتي. بس هيدي يعني خصوم إيران بالمنطقة بيحملوها عليها أنه هيك يعني نقطة سوداء بسجلها، أنه أنت عم بتخبري يا إيران أنه بدك تطل الصواريخ لهون ولهون ولهون، يعني يا هالقواعد تحضروا لكرمال تتصدوا. يعني هو رد شكلي، البعض عم يعتبر أنه هذا الرد الإيراني عم الرد الأول، فينا نقول شكلي الوعد الصادق الأول. الرد الثاني ما كان شكلي أبدا. الرد الثاني أنا بتقديري، ويمكن الخبراء العسكريين بيقدروا يفسروا أكثر منا هذا الموضوع، هو كان بمثابة إعلان حرب، في حال لأنه كان حاسم الرد بحجمه بشكله بطبيعته باستهدافه، وهو ما لم يكن متوقع عند الإسرائيلي ولا الأمريكي. وبالتالي الموقف السياسي الإيراني المباشر على لسان السلطة السياسية والمرشد، يعني إذا بدنا نحكي المحورين بالتركيب للنظام السياسي بإيران، كان حاسم أنه أي رد إسرائيلي حيكون بمستوى معين سيكون هناك رد قاسي ومباشر إيراني ما حيتأخر. فبالتالي هذا كان بمثابة إعلان الحرب لتدارك ما حصل من تراجع على مستوى الاستهدافات اللي تعرضت لها حركات المقاومة. دكتور علي، بعد عندي دقيقتين ثلاثة بهمني أعرف كمان، طب شكل التسوية بالمرحلة المقبلة ستكون على يعني مستوى داخلي أم على مستوى خارجي، وبالتالي نحن عم نحكي إيران أمريكا؟ بعد هذه المعركة لا يمكن الحديث عن تسويات داخلية بسيطة، بمعنى الملف اللبناني منشيله منحله لحال والملفات الثانية بتنترك، الملف الفلسطيني لا. نحن الآن أمام معركة مصيرية في مشروع الشرق الأوسط،
وبالتالي بعد نتائج هذه المعركة ستتحدد مسألة التسوية الكبرى التي ستحصل. نحن حتما سنذهب باتجاه تسوية، ولكن كل الأطراف تنتظر أن يكون هناك رابح وخاسر. حتى الآن ليس هناك رابح فعلي بشكل كلي وخاسر فعلي بشكل كلي. المعركة نسبيا طويلة، هناك حرب استنزاف ستستمر. الانتخابات الأمريكية هي محطة، يعني لن أقول مفصلية بشكل كلي، ولكن أساسية في المشهد المستقبلي. بعد الانتخابات الأمريكية ووضع البنية والاستراتيجية للإدارة الجديدة سواء كانت هاريس وفريق عملها أو ترامب، سيتم في حينها التقاط الإشارات أو المؤشرات المرتبطة بالمشهد المستقبلي. إما نذهب باتجاه استمرار هذه المعركة من الاستنزاف إلى أن يحصل إما مفاجأة على مستوى الدول المعنية، نتحدث هنا عن إيران، عن أمريكا، عن إسرائيل، عن حركات المقاومة، وإما نستمر إلى أن يتمكن طرف من التغلب على الآخر، وإما أن نذهب باتجاه حرب إقليمية قد تغير المعادلة لإنجاز تسوية، وإما الخيار الثالث هو بعد هذه المعركة وبعد هذا الاستنزاف وضعف الجيش الإسرائيلي وعدم قدرته على الاستمرار والتخوف الأمريكي من ضعف نفوذه في المنطقة، بالتالي قد يذهب باتجاه تسوية. نعم، شكرا لك دكتور علي.